بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الكلمة سيف يفرق بين الحق والباطل، بين الغث والثمين. الكلمة خلدت بيت الشعر الذي يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. الأهلي بيعيش أزهى عصوره، الأهلي بيتوهج ويتألق ويبدع ويمتع ويتأهل ويداعب الأميرة من جديد، ثم أيضا على الصعيد الإداري ينتظر الجمعة الكبيرة. الجمعة الكبيرة إن شاء الله يوم الجمعة القادم، يوم في عزة النادي الأهلي، يوم في بناء مجد النادي الأهلي، يوم في التأكيد على أحقية عضو النادي الأهلي في أن يحكم نفسه بنفسه يا باشمهندس. تمام، وهنيجي للكلام ده بالتفصيل، وهنقول أهمية الحضور بكرة بعد الكلام اللي هتسمعه مني دلوقتي واللي هتتحملني فيه. إذن اتحملونا كلكم في حلقة مهمة فيها سبعة عناوين: فوق وتحت 18، قمة الدوري تنتظر فارسها، لو ده مش تخبط يبقى اسمه ايه؟ الأميرة تستجيب لمغازلة الملك، لكن الفارس في العلالي يداعب النجم اللبناني، والأهلي وحقه علينا، وأخيرا السوبر تاني وتالت ويمكن رابع كمان. منذ قليل نجمنا الكبير محمد صلاح فاز بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف هدفه في إيفرتون الموسم الماضي، ديدي ديشامب الفرنسي واخد أحسن مدرب، كورتوا البلجيكي أفضل حارس مرمى، فيليب بيدروس مدرب أولمبيك ليون أفضل مدرب للكرة النسائية، ولم يعلن بعد الفائز بالجائزة الكبيرة جائزة الأحسن في العالم. كل القلوب والدعوات مع محمد صلاح إن شاء الله. باشمهندس، البقاء قدام لله هذا الأسبوع، كابتن عادل هيكل طبعا، الكرة الأهلوية والكرة المصرية وكأنه القدر في منطقة حراسة المرمى. رحل الكابتن عادل هيكل الحارس المطاطي الكبير بعد يومين فقط من رحيل مدرب حراس المرمى للأهلي ومنتخب مصر في سنوات طويلة الكابتن حازم كرم. النادي الأهلي بجماهيره وإدارته ونجومه وكل عشاقه بينعوا رحيل الكابتن عادل هيكل والكابتن حازم كرم رحمة الله على الاثنين. ولكن عشرت الكابتن عادل هيكل كمشجع وأنا أتحدث، يعني أشجع الأهلي، ثم عشرته عضوا بالنادي الأهلي، ثم مسؤولا في مجلس الإدارة، ثم اقتربنا معا، أهو يسبقني بكثير بالكابتن صالح سليم. وفي كل المواقف التي عشتها ورأيت فيها الكابتن عادل كان نموذج للإنسان البريء الشفاف اللي في قلبه على لسانه، وإخلاص بلا حدود لكل من يحبه وأولهم النادي الأهلي. كان نموذجا رائعا في هذا الحب والتفاني فيه، رحمة الله عليه. عانى كثيرا قبل في العامين الأخرانيين، رحمة الله عليه، وألهم أهله الصبر والسلوان. البقاء قدام لله. فريق الكورة كمان في النادي الأهلي توجه إلى بيروت النهاردة، رئيس البعثة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة. الفريق عنده مباراة مهمة هتكون يوم الخميس إن شاء الله الساعة 6:30 مع النجم اللبناني، مباراة العودة في دور ال 32 من كأس العرب. كارتيرون اختار قائمة سافر بيها فيها 22 لاعب: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وأحمد فتحي وسليف كوليبالي وصبر رحيل وأكرم توفيق، كريم ندفد وحسام عاشور ومؤمن زكريا وهشام محمد وأحمد حمدي ووليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد الشيخ وصلاح محسن ووليد أزارو. تمرين النهاردة قبل السفر كان اشتمل على الفقرة الترفيهية بكرة اليد بين اللعيبة، وخدوا بعد كده تقسيمة مصغرة في إطار سعي الجهاز الفني لكسر حدة التوتر ولمزيد من التسلية يا باشمهندس.
قبل أن ندخل في تفاصيل، علينا أيضا أن نتقدم بواجب العزاء لنادي الزمالك ولمصر في وفاة المرحوم حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك السابق والله يعني الحالي أمين الصندوق الحالي ما تلخبطناش. هو حاليا السابق الله رحمة حبه. الله عليه رحمة الله عليه. ولكن يعني لا نملك إلا أن نتعظ، إذا كنا فعلا نريد أن نتعظ ففي الوفاة عبرة، ولذلك السعي وراء المتوفي له حكمة كبيرة لو تعلمون. للتعاظ طبعا، من لم يكن له من الموت واعظ هتقول له ايه ده المواعز. اللي مش عامل حساب بكره ده هتقول له ايه؟ ولسه هنعرف ايه النماذج اللي مش عامل حساب بكره. الروسي سيرجي بريتسيف المنضم حاليا لفريق كره الطايره للنادي الاهلي، وقع النهارده عقد الانضمام بشكل رسمي للفريق، وانهى اللاعب اجراءات الانتقال بعد ما خضع للكشف الطبي وشارك في عدد من التدريبات على مدار الفتره اللي فاتت. وقع على العقد في حضور أحمد جمال وكيله، بينما يستمر اللاعب في بعض التدريبات التأهيلية للمرحلة اللي جاية زي ما شايفينه حضراتكم، وده جاي في إطار سعي النادي الأهلي لتدعيم كل الفرق الرياضية سواء في الكرة الطايرة في السلة في اليد. هتلاقوا في تدعيمات دايما وأبدا عشان يفضل الأهلي باستمرار على منصة التتويج في كل الألعاب زي النهاردة. ولكن في 23 سبتمبر من 29 سنة وفي سنة 89 الأهلي فاز بالكأس الأفرو أسيوية، كان على يورو الياباني بطل آسيا بعد ما كان في لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 89 عمل الأهلي نتيجة جيدة جدا في طوكيو، فاز 2-1 وقتها، رغم أن الفريق التركي الياباني سجل هدفه الأول عن طريق لعيبه تاكيدا في الدقيقة الثالثة فقط من البداية، لكن تماسك لعيبة الأهلي وقتها وتمكن حسام حسن من إحراز هدف التعادل بعديها ب 16 دقيقة، ثم محمد سعد سجل الهدف الثاني قبل ما يختتم حسام حسن الأهداف ويفوز الأهلي 3-1. في 23 سبتمبر بقى في القاهرة فاز الأهلي بهدف واحد فقط سجله نجمه طاهر أبو زيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول ليحرز الأهلي كأس الأفرو أسيوية، ونفكر حضراتكم بالأهداف. بالأهداف تستمتعوا بيها. هنشوفها مرة تانية، ميورا يرفعها تخبط في دماغ تأكيدة وتروح لراموس، يطلع شوبير وتخبط في إيده ماشية زي الصاروخ، يتابعها أيمن بالعرض وتروح لحسام يحط هدف التعادل للنادي الأهلي. هدف التعادل للنادي الاهلي مره ثانيه، وادي ايمن بالعرض تعدي لحسام يحطها في سقف الجون، انطلق من الخلف الامام وحطها على شمال ديدو محمد سعد، هو مش مصدق نفسه، انطلق من الخلف الامام وحطها على شمال ديدو محمد سعد، هو مش مصدق نفسه، عادل عبد الرحمن ماشي مشوار كبير وعدى من راموس، وادي عبد الدقيق ريحها بعقل لحسام، وحسام على طول جوه الجون 3 النادي الاهلي. عادل عبد الرحمن ماشي مشوار كبير وعدى من راموس، وادي عبد الدقيق ريحها بعقل لحسام، وحسام على طول جوه الجون 3 النادي الاهلي 1 يوم يوم. طيب بعد الأهداف الجميلة دي، قبل أن ننتقل إلى فقرات اليوم، طوال الأيام الماضية أتلقى تليفونات وحتى الساعة الواحدة مساء، الناس غضبانة، الناس زعلانة، والناس بتحبنا، والناس خايفة على مصلحتنا وبتحب الأهلي وزعلانة عليه، والكل إيه الحق يا كابتن فلان بيقول فلان بيعيد، إيه الحق يا كابتن الأستاذ إبراهيم منيسي لازم يخلي باله، يا كابتن عايزين نسمع الرد يا كابتن. والحقيقة عملية التسخين بتسيبنا كل يوم بالليل نايمين وإحنا في حالة من الشحن المعنوي الكبير اللي ممكن يفقدنا السيطرة على زمام النفس. أروح أقول اللهم انصرني على نفسي وقني شر نفسي يا رب وأنام،
تحدثت مع الاستاذ ابراهيم زميلي وعزيزي مطولا اليومين اللي فاتوا دول، هو احنا المفروض نعمل ايه؟ جهزنا شغل جامد جدا، شغل يوجع بقى بمعيار ايه، مين يعلم على مين. ولكن تاني تناقشنا، هو احنا اللي عملنا كده نبقى صح ولا غلط؟ الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه صراع تتفرج عليه، ناس تشتم وناس ترد عليها، ومين يغلب التاني في الشتيمه، ومين يعلم على التاني، وكده الله ينور واديله يا كابتن اهو كده. ونبقى ذكرني هذا الامر يا جماعه بايام افلام او ايام صراع العبيد في الحلبات، لما كانوا يقعدوا لازم واحد يموت التاني وسط صياح محموم من الجماهير ونشوة، الامبراطور قاعد ينتشي ويتفرج، وبعدين يروح عامل لهم كده كده، الجمهور تبتدي تقول كلهم كلهم كلهم، موتوا موتوا موتوا، الذروة في النشوة. ولكن يأتي بطل يتمالك نفسه ويعرف ليس من أجل هذا خلق الإنسان. الإنسان مش مادة ترفيهية الناس تتفرج عليه عشان يخلص على اللي قدامه، ولكن عشان يرحمه إذا قدر. فاللي بيرحم هو البطل الدائم، ونشوف بقى اللي مرضاش يموت الخصم المستسلم هو اللي بقى البطل الدائم. البطل الدائم هو الذي يتمسك بالكود الأخلاقي. الكود الأخلاقي يعني إيه؟ يعني في معايير، معايير بتقول ان الكلمه مسؤوليه، وان احنا بنطلع التلفزيون مش علشان نتبادل البذاءات والسفاله، ولا علشان نشوف مين يغلب مين في الشتيمه. الحقيقه لو اتخانقت في الشارع اي واحد في الشارع ممكن يغلبني، لكن تمالك النفس قد يخرجك منتصرا. لما الكابتن علي خليل كسب جائزه البساله ما افتكروش نتيجة المباراة الزمالك والإسماعيلي، لكن لحد النهاردة يتكلمون عن الكابتن علي خليل اللي خد كاس البسالة، ودي عاشت له طول عمره، أولاده بيفخروا بيه. كابتن محمد رشوان في نهائي لوس أنجلوس والفرصة الذهبية، أظن يا شماكة البطل الياباني العظيم الفاز، ومتعور كان يستطيع أن يركز على رجله المصابة، ولكن هو واقف متردد ومش عايز يجي ناحيه رجل المصابه فيهزم. ولكن لحد النهارده الناس نسيت مين اللي خد الميداليه الذهبيه في لوس انجلوس، ولكن لا ينسوا ابدا محمد رشوان حتى في اليابان. ده يابانيه اتجوزته في اليابان. محمد رشوان اسطوره وايقونه، كسبها مش بالميداليه الذهبيه ولكن بالكود الاخلاقي. من ينتصر على نفسه هو الفائز بالميداليه الذهبيه، وقررت أن أكون ذلك الفائز اليوم. ولذلك كل اللي هنعمله هنقول: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا بتبتدي بيا أيها المؤمنون، أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ. الله سبحانه وتعالى لم يخاطب إلا الذين أمنوا، لأنه عارف أن الباقي ما فيش كود أخلاقي بيحكمهم. فالذين أمنوا هم المعنيين بالأمر، واللي ما يمسكش نفسه ويتأكد ويشوف ويتعلم يويله من عذاب الآخرة، ولكن أيضا عذاب الأرض أن عدم الاحترام ينتظره، قسوة المجتمع، احتقار الأجيال القادمة ينتظره. اوعى تفتكر نفسك شاطر انك بتلقح كلام، اهو ده اللي كده النسى وجايين له. اوعى تفتكر نفسك شاطر انك انت تتجاوز في حق الجميع، حق الجميع وبلا استثناء. هذه ليست شطارة، ولكنه الافلاس بعينه والضعف بعينه. عندما يدفعك حقدك وحسدك انك ما تملكش شيء غير انك تشتم اللي قدامه وتحاول تشوهه، مرة تهدده بالتسجيلات الخايبة، ومرة تفتري وتألف القصص
وافتكر فلانه وعلانه وحليني علم الناس تعرف مين فلانه وعلانه، ولكن النيل من الاعراض. لكن للاسف الشديد في الوقت الذي الرئيس يبذل كل غالي ونفيس لخلق غد افضل لشباب مصر واطفالهم، تعليم افضل، سباق مع الزمن، عمال يبذلون قطرات العرق علشان يخلقوا المستحيل في طرق ومنشآت وصناعات عشان يعوضوا سنين كثيرة كادت أن تطيح بمصر واقتصادها. ناس بتموت على الجبهة عشان تحمي غيرها وتحمي وطنها. لو كنت استسلمت لغضبي لكنت آسفا لكل هؤلاء، ولكني أيضا أشكر كل من تجاوز في حقنا، فقد أعطى الناس فرصة للمقارنة، عليهم أن يختاروا بين الصالح والطالح. إبراهيم، الحقيقة منتهى الحكمة ومنتهى الترفع برضو، لأنه أسهل حاجة الغلط. وطول عمر ولاد الشوارع في الشارع بيشتموا ولاد الناس، ولاد الناس لو ردوا على ولاد الشوارع الروس اتساوت. المتجاوز السهل جدا الإنسان المحترم اللي بيحتفظ باحترامه زي المهندس عادل قال. الصعب قوي إن الناس تجزم غيظها وتتماسك وتدرك باستمرار إن في كود أخلاقي بيحكمها. إنما الانفلات والتجاوز والسباب أسهل حاجة. أسهل حاجة الانفلات، وأسهل حاجة عدم المسؤولية، وأسهل حاجة إلقاء السباب في كل اتجاه. دي مسألة ناس كتيرة في الشارع قليلة قوي ممكن تعملها، لكن الصعب هو الاحتفاظ بالقدرة على الترفع، القدرة باستمرار على أنه كل واحد يتحدث من المكان اللي هو موجود فيه. عشان كده الناس ما بيعجبهاش كتير، أو اللي ما بيحبوش الأهل لا يروق ليهم باستمرار الكلام عن الأخلاق والتقاليد والمبادئ. لا، هو في كود أخلاقي، في كود أخلاقي، وبالمناسبة هو كود أخلاقي يجب أن يكون موجود لدى الجميع. الأهلي مش جزيرة منفصلة، الأهلي جزء من مجتمع مصري في أفضل حالة يجب أن يكون عليها المجتمع الرياضي. يجب أن يكون كل نادي وكل هيئة رياضية عندها هذا الحرص على الكود الأخلاقي. مش 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 أبدا ده حكر على حد، لكن باستمرار بنحاول نفكر ونذكر بيه، زي ما بنفكر بقيمة وأهمية الترفع، زي ما بنقول لجمهور الأهلي أنت جمهور مختلف لنادي مختلف بيقدم باستمرار الكود الأخلاقي عن أي اعتبار. هتتقلب المسألة لسداح مداح بين كل الأطراف، فقدت الخاصية وفقدت قدرة الناس على أنها تشوفك مختلف. خليك في الصورة اللي الناس دايما وأبدا شايفينك مختلف. سهل شتيمة جدا. بالظبط، محدش عارف يطلع لك فبيجرك يسحبك ليه. وقلت لكم ده أسهل حاجة، الناس اللي لو مؤاخذة بتشتم الناس الأكابر، دي سهلة جدا. لكن الصعب إن الكل يرتقي للمستوى الأخلاقي. فإذا ما قدرناش نأثر في أي حد صاحب سلوك شاذ إذا ما عرفناش نأثر في إن هو الناس تتذكر دايما وأبدا إن دي رياضة مش خناقة، إذا ما عرفناش نشد اللي تحت ما يصحش أبدا اللي تحت يشد اللي فوق لتحت، لان كده نبقى خلينا فعلا الفوق فشلنا. وانتوا طول عمركم فوق، الاهلي دايما فوق، بيعلو بقيمه، بيسمو باعرافه، بيترفع دايما وابدا بمبادئه، وكمان مش فاضي، لان لو قضيناها ردح بالطريقه دي محدش هيشتغل، ولا هنقدم للناس حاجه تستحق، ولا هنساهم حتى في دعم الحركه الرياضيه، ولا هنقول للنادي الاهلي يقدم دوره ازاي لخدمه وطنه وخدمه جمهوره واسعاد اعضائه. اديكوا شايفين الناس مفرغه وقتها وجهدها وقدراتها لكل هذه الثرثره وكل هذا الانفلات وكل هذه الفوضى، والاهلي ما شاء الله بيمضي خطى، بيمضي قدما بخطاه عشان يوصل لقبل نهايه افريقيا ويسعد الشعب المصري كله. معلش، مش مفروض ان اتكلم بعد الكلام اللي انت قلته لاني بايده كلمه كلمه، ولكني الان تذكرت مقاله قريتها للدكتور ايميل
شكرا الله راجل استاذ جامعي عالم جليل. المقاله عن ديمقراطيه وحريه الغوغاء، ومعرف الغوغاء بانهم السفله والرعاع الذين يتصورون ان الحريه في تجاوز الحدود والتربص المستمر وجرجره الاخرين وجرجره الاوطان الى مناطق تضره ما تفيدوش. ولكن الديمقراطيه انك تنقض بهدف البناء وتقدم الحلول، وليس على طول مقاومه لكل ما هو سليم علشان تثبت ان انت قوي. بالعكس، انت هنا تمارس حريه وديمقراطيه الغوغاء. الغوغاء الذين الان يتصدرون المشهد بصفتهم ابطال المجتمع، وهنا الخطوره. انا لما بدي النموذج للذين يسهرون ويعرقون ويبذلون الدم والعرق، والذين يتحملون حتى متاعب الحياه لايمانهم ببلدهم وايمانهم بالخطوات الاصلاح التي تحدث، والمسؤولين اللي سهرانين ما بيناموش، يوم الرئيس بيبدا 5 صباحا، مين يقدر يجاريه في كده غير الناس المؤمنه بهذا البلد؟ في الوقت ده يجي واحد يقدم لك نموذج يجده البعض يا سلام على الجدعنه والبطوله، ادالهم ايوه كده، ولكن هو ادالهم، هو بطل الغوغاء عند الغوغاء الذين يتصورون ان البطوله في السباب والتجاوز والافتراء ومحاوله تدنيس شرف واعراض الناس. شاطر قوي، بتسجل الناس كلها، برافو عليك، سجلت ايه؟ سجلت ايه والمين؟ بلاش والنبي كلام يجرنا لتحت اكتر من كده. البطل الحقيقي هو اللي هنتكلم عنه بقيه الحلقه بعد ما اخلص هذه الفقره. البطل الحقيقي الذي يتماسك ويحقق الانتصارات ولا ينجرف لهذه الانتصارات هو الاهلي. انا من اكتر ما اسعدني في تعليقات ناس كتيره جدا عن البرنامج، اب بعت رسالة بيقول أنا أكتر حاجة بتريحني في مالك وكتابة إن أنا بقعد معايا أسرتي وأولادي وأنا بتفرج عليكم وأنا آمن، مش متوقع إن في كلمة وحشة هتطلع، مش متوقع إن في لفظ مسيء هيخرج، مش متوقع إن أنتوا هتكسفوني قدام ولادي. فباستمرار أنا مطمئن إن أنا بسمع كلام كويس وكلام صح، عشان كده ده عهدنا وده منهجنا. صدقوني اسهل حاجه الاسفاف، اسهل حاجه الابتذال، والناس دي مش راسها مفتوحه، الناس دي دماغها مفتوحه خالص من اولها لاخرها. لو عايزين نفتح الملفات ونطلع السيديهات ونحاسب كل الاطراف، لو بتسندوا على بعض دلوقتي هنلاقي، لا بس هنتخلى عن منهجنا وهنخرج من اطارنا، وده اللي احنا ما بنحبهوش. احنا هنسيبه للمجتمع يأدبهم، وهنسيبهم لمجتمع الأهلي وجمعيته العموميه اللي حاول ان هو يسخر منها ويسخر من لائحتها ويقول انا في ربع ساعه عملت لائحه، ولكن بقالكم شهرين لايسين. احنا مش لايسين، احنا بنلجأ لصاحب الحق الاصيل يكون شريك. بكره ان ما جاش الجمعه يعني ان شاء الله، اذا ما حضرش عدد قياسي لم يسبق له حتى في الانتخابات، يبقى ما ردناش على حد. ايوه، عشان كده الكلام اللي فات ده كله كان المفروض يكون لتحت 18 او لفوق 18، لانه ما كان معدا من ماتيريال او ماده للرد على كل هذه التجاوزات كانت لازمه عايزه ناس فوق 18 حفاظاً على الذوق العام. زائد 18، لان لو كنا زعنا الفقرات دي ما كانش ينفع ولادنا يسمعوها. بالظبط، الفقرات لكن على لسان اصحابها ما ينفعش الناس. شيء مخجل، شيء مخجل ان انت مش هتلاقي في حد تقريبا في المجتمع، شخصيه عامه رياضيه فنيه، ما كانش ضحيه كل هذا الاسفاف وهذا الابتذال. شيء غريب، فانت قررت ظاهره صوتيه بذكاء شديد غريبة. انك تكون لناقص وزائد 18، عشان كده ده كان مخصص لفوق 18. لتحت 18 فقرة استأذنت المهندس عدلي فيها
و يعني انا اسف ربما هو يفاجئ ان انا هتكلم لمن هم تحت ال 18. ليه تحت ال 18؟ نسمع الكابتن مدحت شلبي واقول لكم ليه الكلام هنا موجه للي تحت 18. كابتن مدحت مصمم ان احنا نفضل معاه، يعني معلش بقى اخس، معلش اخس اخس، ايه الرخص ده؟ انا ليه بقول لكم دي للي تحت 18؟ اللي فوق 18 والناس اللي عصرت المهندس عادل القيعي في وقت ادارته للنادي في فترات ذهبيه الحقيقه، وانا يعني يأذن لي ان انا اتكلم في وجوده عنه لانه وجوده جنب الحياه كتير لما بيمسك لساني. لكن كابتن مدحت واضح انه الراجل بيقصد النادي الاهلي ويقصد الكابتن صالح سليم ويقصد ده، حدد الحفله وحدد الفنان. اه فيعني كنت الحقيقه الكابتن حب يعاقبني فعمل لي حفله بالزبط. دعا اليها رموز الفن والادب والمجتمع. انا ليه بقول لكم للي تحت 18؟ الشباب الصغير، الشباب الصغير سنه كده، يعني اللي بيتكلم على 99 و2000 يعني الراجل المهندس عادلي دلوقتي هيبقى 18 سنه، يعني اللي اتولد ساعه الواقعه دي ما يعرفش حاجه عنها. عشان كده ده جمهورنا اللي احنا نحب يوصل له الحقيقه ويعرف ايه القصه. كابتن صالح سليم لعمره لا بيطبطب ولا بيداهن ولا بيعمل حاجه عكس اللي بيعرفها، ولا عمره رحم حد فيما يخص النادي الاهلي. رحم حد في ناس الكابتن صالح رفقاء عمره وزملاء ملاعب ماتوا وهو ما حطش ايده في ايدهم لمجرد انه شافهم في موقف خانوا الامانه بالنسبه للنادي الاهلي. وكان في تعبير مشهور في الوسط انه درج كابتن صالح ما بيتفتحش. قلب على واحد حطه في الدرج قفل الدرج تقريبا، يقول لك مش ما بيبيعش معاه المفتاح حتى. يعني بمعنى انه اللي خد فيه قرار لو عمل ايه؟ فلا كابتن صالح اللي هيحقق على المداري وهيتحقق على المقفول، وقال ايه بعد كده صالح سليم يعمل من النفاق بحيث انه يعمل حفله تكريم للمهندس عدلي علشان الناس تصدق. ده صالح سليم. ها؟ طب حريص عليا ليه؟ ده صالح سليم يعني. عشان يعاقبني؟ ده الكابتن صالح. اللي المهندس عدلي بعد ما يخرج من مدير النادي بعد دورتين كبار جدا عملهم، انا حرقت باستقاله يا ابراهيم لان ليها سبب، هحكي لك سبب ودلوقتي لاول مره على الهواء. قدم استقاله ويروح مدير نادي الجزيره، فكابتن صالح يبقيه مدير التسويق والاستثمار في النادي ويكلفه بكل الصفقات اللي عملها كابتن النادي الاهلي عن طريق المهندس عدلي بعد المقفول اللي صاحبنا بيتكلم عليه. علشان بس ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هي كده يعني مثل هذا القرآن يقال في مثل هذه المواقف، إنه في حد فاسق يأتي بنبأ لناس فيصيب ناس بجهالة، فربنا قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ده لو كانوا آمنوا كابتن صالح، لكن الذين لا يؤمنون مش هينداموا. كابتن صالح يدي المهندس عدلي تكليف بإبرام كل الصفقات، وهو في اللي بيقوله مدحت شلبي راجل خد 20,000 دولار من الجانب التركي من فلوس النادي الأهلي بدون وجه حق. صالح سليم اللي لا عمره لا نافق ولا داهن ياخد المهندس عدلي معاه في سفرية هي الأغلى في حياة كابتن صالح والنادي الأهلي علشان يتسلم وسام نادي القرن وهو قافل عليه. كابتن صالح يوكل للمهندس عدلي الاستمرار في إدارة مجلة الأهلي واسمه يفضل في الترويسة لغاية لما الكابتن صالح توفى وهو عنده هذا الموقف. كابتن صالح يفضل مخلي المهندس عدلي مسؤول عن كل الصفقات بره وجوه. أنا هقول لكم قبل ما المهندس عدلي يتكلم لأن أنا لازم أنا أسأله، بصوا في البداية احتفالية بطل القرن، أنا عشان أشوفكم إلى أي درجة هذا الفاسق جاء بنبأ كاذب. احتفالية نادي القرن
الاغلى في حياه صالح سليم، الاغلى في حياه الكابتن صالح يرافقه فيها. لو انتوا قريتوا دي بالمناسبه، ده ارشيف مجله الاهلي، الكلام ده في 17/5/2001. شوفوا بقى القصه في تسلم المايسترو وسام نادي القرن، وشوفوا الحضور في الكتابه، وشوفوا وجود المهندس عادلي فيها فين. في احتفاليه نادي القرن على المائده وفي السفيره المصريه وتسلم في 24/5/2001 احتفاليه بطل القرن، وكان حسام حسن لسه ماشي من النادي الاهلي وكان بيكرم في الاتحاد الافريقي. ادي المهندس عادل القيعي وادي الكابتن صالح والسفيره نائله خطاب، وادي الكابتن الخطيب، وادي الحضور. ده الكلام امتى؟ في 24/5/2001. ده الكابتن صالح اللي غضبان من المهندس عدلي، فبياخده معاه في افضل سفريه في حياته. انا وقتها ما كنتش في النادي الاهلي يا ابراهيم. واستدعيه بره وهو مش في النادي الاهلي، وهو مش مدير النادي، يختص بانه يكون معاه في هذه الرحله التاريخيه الغاليه علينا كلنا، واللي الكابتن صالح عبر عن سعادته الكبيره بيها في النص اللي منشور. شوفوا في احتفاليه بطل القرن في اللي انتوا شايفينه حضراتكم. ده مش بس كده، والمهندس عدلي الكلام ده كان في 2001، والمهندس عدلي بره النادي الاهلي لكنه بره اداره النادي. بس انتوا متخيلين اهميه الصفقات واللي الافندي ده بيتكلم عليه، الشيكات والفلوس، انه يستمر المهندس عدلي يؤدي للنادي الاهلي نفس الدور بنفس المهمه ولنفس الصفقات في حياه الكابتن صالح وفي وجود مجلس الاداره، فتتوالى الصفقات اللي بيبرمها المهندس عدلي القيعي المغضوب عليه من الكابتن صالح، اللي اتعامل معاه تحيات مقفوله قوي، اللي اتقال له ما اعرفش ايه انا ما اعرفش ايه. هي كده في ارشيف الاهلي المهندس عدلي وهو بيمضي رضا شحاته في صفقة مهمة جدا. أشوف بس الترتيب تهمل. صفقة رضا شحاتة كانت في 10/5/2001، وبيقول خيروني فاخترت الحب كله، وبيحكي عن قصة لقائه مع المهندس عدلي القيعي وكيف دارت المفاوضات. ده رضا شحاته في 2001 اللي عمل له الصفقه المهندس عدلي القيعي المغضوب عليه. كل صفقه اتعملت للاهلي في هذه الفتره عملها المهندس عدلي القيعي، اللي انا يعني تاريخ كبير جدا يملكه المهندس عدلي القيعي في غنى عن ان احنا نسرد كل ده، لكن ده لمن هم دون ال 18 اللي ما اشتروش المجله وما قروش الكلام ده سنه 2000 و2001. تشيرنو المهندس عدلي هو في نادي الجزيره يمضيه للنادي الاهلي. تشيرنو كان لاعب سيراليوني هداف، كان في نادي القناه وجابه النادي الاهلي. اللي في الصوره بيمضيه المهندس عدلي القيعي. احتمال ده كان من ورا ظهر الكابتن صالح. احتمال مجلة الأهلي كتبت ونشرت وصورت والكابتن صالح ما يعرفش، احتمال ده مجلس الإدارة ما يعرفش حاجة عنه في الفترة اللي صاحبنا بيتكلم عليها. ده تشيرنو لي مع المهندس عدلي. بناء الفريق الكبير الذهبي اللي بدأ في 2001 مع الصفقات الأنجولية الكبيرة، جيلبرتو وأفيلينو ثم فلافيو. ده هو المهندس عدلي مش مدير نادي. 31/1/2002 توقيع جلبرتو للنادي الاهلي. لا كنت ابتديت رجعت النادي وقتها. رجعت مدير 2002. لا مدير تسويق بس مش مدير نادي. لا مش مدير نادي. مدير التسويق. بالظبط مدير التسويق. ايوه ده انا رجعت مدير نادي، لكن يرجعني مدير التسويق عشان تكون بيديني مفتاح القرار تاني كلها. كابتن صالح ايوه. علاقه المهندس عدلي حتى بالمجلة وكتاباته فيها ومقالته هوامش وتفاصيل اللي حرمنا منها الفترة دي معلش،
قد ايه فضلت مستمره. اسم عدل القيعي ما اتشالش من الترويسه الا مع المجلس اللي فات، وادي مقالته وهو بيقول له استنى لما ربي لك فرخه. مقاله انا قريتها لان هو طبعا نسي كل الفراخ اكيد، بس انا حبيت اشوف ايه الفرخه اللي عايز يربيها. كان بيتكلم في المقاله دي بعمق شويه عن انقاذ الكوره، وقتها الدنيا بتتكلم على وضع الكوره المصريه، فقال انه المفروض القائمين على الكوره يمشوا في اتجاهين، اتجاه يحل حلول قريبه واتجاه يعمل حل بعيد المدى شويه من خلال رعايه الناشئين. بيقول لانه غير مفهوم بالمره ان حد عايز يطلب من والده عايز ياكل بيض فيقول له استنى يا ابني لما اربي لك فرخه تبيض البيضه واجيبها لك فحلني. يعني ما كانش الامر منقطع حتى مع المجله. كل ما اضافه الاهلي من خلال افكار تسويقيه بعد ما المهندس عادل القيعي استمر في مواصله عمله هنلاقيه في 14/3/2002 مسابقه الاهلي التليفونيه. مش جيت لي في مع علاء عبد الصادق في نادي الجزيره، نادي الجزيره عشان ياسر رضوان و... ايوه جايه ياسر رضوان، جايه ياسر رضوان والصفقات الالمانيه كابتن عماره. مسابقه الاهلي التليفونيه كنوع من تدعيم موارد النادي الاهلي اللي بيعملها المهندس عادل القيعي في 14/3/2002 والكابتن صالح عايش. يستمر في صفقاته بره وجوه فيجيب محمد فاروق. عوده محمد فاروق للنادي الاهلي بعد ما كان راح تجربه احترافيه في تركيا قصيره. ويكتب في هامش وتفاصيل في نفس التوقيت، لكنه كان قبلها كمان في 7/9/2000 من يحافظ على بطولات الاهلي. ويستعرض ايه الوضع بالنسبه لبطولات النادي. يتعاقد مع ياسر رضوان ثم محمد عماره ثم سمير كمونه لتكوين الفريق القوي للنادي الاهلي. هنلاقي في 17/1/2000 التعاقد مع ياسر رضوان، ويحكي ياسر رضوان في هذا الحوار قصه اتصالات المهندس عادل معاه وحسم الامور لصالح عودته للنادي الاهلي. وتيجي احتفالات الاهلي كمجله بالعدد 1500، فالكابتن نعمان يطلب من المهندس عادلي يحكي قصة نشأة العدد الأول تكريما لصاحب الدور في تأسيس المجلة. والكابتن نعمان كان زيه زي الكابتن صالح في التكوين الخاص بتاعه، لا بينافق ولا بيجامل ولا بيداهن ولا عنده استعداد يقبل أي حد بيكذب حتى، لا يخلي المهندس عادلي يكتب قصة نشأة المجلة وحكاية العدد الأول. ده الكابتن صالح وده الكابتن نعمان. يستمر المهندس عادلي في صفقات مدوية جدا وقتها، يضم سمير كمونة ومحمد عمارة بعد ياسر رضوان. ياسر رضوان كان هو وعمارة في هانزا روستوك الألماني، يتفاوض معاهم ويجيبهم للنادي الأهلي عشان يحكوا على صفحات الأهلي. رضوان في 17/1/2000 ومحمد عمارة بعديها وسمير كمونة بعديها، كله بيتكلم على دور المهندس عادلي في التعاقد معاه. احنا ليه بنتكلم؟ لانه اولا ده نهج ملك وكتابة، ما احناش مستعدين زي اي حد يطلع يقول في الهوا يا ليل. ده لا نهجنا ولا ثقافتنا ولا اسلوبنا. عشان كده لما الناس بتصدقنا ان احنا بنقول وثيقه، بنقيم الدليل. اللي عايز يهرتل يهرتل، واللي عايز يدعي يدعي، واللي عايز يكذب يكذب، في النهايه في متلقي قادر على الفرز. علاقه المهندس عادلي من اول ما استقال من اداره النادي وانتقل في فتره لبزنس خاص بيه هو ثم لنادي الجزيره وفي اثنائها وبعدها علاقته بالاهلي ممتده ومستمره، علاقته بالكابتن صالح زادت ربما حميميه فاصطحبوا لرحله جوهانسبرج، كرموا في حفل تكريم كبير جدا عملوا في احد الفنادق الكبرى، وحضر الفنان عادل امام
وحضر الأصدقاء المهندس عدلي، وكنا كلنا سعداء بهذا التكريم اللائق لشخصية أدت النادي الأهلي. ولو كان وقتها فيه قناة الأهلي وبتسجل كنت تشوف الفيديو للكابتن صالح وهو بيتكلم عن المهندس عدلي القيعي. ده الكابتن صالح اللي لا عمره لا كذب ولا قبل الكذابين، ده صالح سليم وده عدلي القيعي. يعني انا اسف. شوف استاذ ابراهيم، انا ما كنتش تكون عرضه. لا يعني انا النهارده ومبارح حقيقه في تسجيل خايب كده اتسرب، قال ايه الناس بتعرض عليها شغل، انا بقول لهم تعالوا نتقابل وبفكر بفكر يعني، وانا مستشار للنادي الاهلي اقطع خبريا مودريتش خد احسن لاعب في العالم. ما هو طبيعي هتمشي بنفس مش معقوله في اوروبا هتتغير تتعكس في العالم يعني، انما هو احسن هدف تعويض جيد للكابتن، جايزه بوشكش لصلاح طبعا، ويكفي وقفته في الحته دي ولا اشوف كام سنه ما حد تاني يقف. صحيح. فانا بقول لك انت نكشف حتتين، بس انا هقول لك كلمني شاب صغير في الاعلام وطلب مني ارد على هذه التسريبه الخايبه، قلت له انت سمعتها؟ قال لي اه. انا ما كنتش ناوي اتكلم في الموضوع ده على فكره، لان طلبت منه ان انا مش هدافع عن نفسي، انا اقصى شيء عليا ان انا ابقى في موقف الدفاع عن نفسي، ما حدش يجرؤ يتهمني طبعا الا نفسي طبعا، وانا لا اخشى من احد الا من الله سبحانه وتعالى ثم نفسي. ولذلك انا كل يوم قبل ما انام اللهم اقني شر نفسي وانصرني على ضعف يا رب، عشان ما بقاش الشخص المنتقم اللي بيأذي الناس في إصارها وفي سمعتها وفي عرضها لمجرد أن يطلع دمه خفيف أو يطلع أنه شاطر وبيعلم على اللي قدامه. كلمناك بس يخليها أجلها دي، قلت لهم واتكلم بعد كده برضو صديق عزيز إعلامي وكني له ثلاث مكالمات، قلت لهم يا جماعة تقيل عليا ان اتكلم وادافع عن نفسي طبعا، انا مش حابب دي، وخصوصا كلام مش هيصدقه حد، كلام انما انت يعني لما ذكرت ده دلوقتي انا بصيت له من منظور تاني، منظور انك تشوف قد ايه الناس كدابه. واذا جاءكم فاسق بنبأ. صحيح. هو ده المثل اللي تشرح عليه هذه الايه الكريمه. ولذلك يعني طبعا جزء مني عايزك انت تقول، لكن كنت افضل الموضوع ما تفتحش، لانه اولا تافه الى درجه وكاذب الى درجه تغم النفس. ثانيا انا ما بحبش ادافع عن نفسي، لكن انت قلت تفاصيل لازم تتشرح بقى. صحيح. ويمكن لاول مره هقول الكلام ده. أنا ليه قدمت استقالتي في يونيو أو يوليا 97؟ والكابتن صالح ولا 98 مش فاكر، 98 يمكن. والكابتن صالح فوجئ وبعدين لما عرف السبب قال لي ممكن تستنى معانا لشهر 9 بعد الجمعية العمومية، قلت له وقت ما تقول لي يا كابتن انا موافق انا جاهز. قال لي خلاص استنى الثلاث اشهر اللي جايين دول. لم يتلهف انه يقبلها في ساعتها. بالعكس طلب مني الانتظار. السبب وابطال القصه احياء. كنت انا ابتديت تعشش في دماغي فكره الاحتراف ودراسه الاحتراف وتطوير الكره من منظور الاحتراف، وكان ليا بعض الجهود فيه. فصديقي العزيز شفاه الله ايهاب صالح، وهو راجل طموح ومغامر وهو موجود وحي وشاهد على القصه، قال لي يا عدلي لعب في دماغك. فضل انا قبليها كان جالي يعني عقود ان انا اروح اتحاد جده، ما كانش الفلوس وقتها، لان طلعت الاستاذ طلعت لامي
ربنا يمسيه بالخير كان رئيس اتحاد جده وكلمني قال لي يعني يا كابتن انا عاجبني النموذج اللي بيضرب بيه النادي الاهلي وانا كثير الاصفار زي كابتن صالح وتعالى. فرفضت اول سنه فبعت لي كابتن حماده امام ثاني سنه والتقيت انا وهو قال لي الاستاذ طلعت هنا وعايز يقابلك. راح فاتح الموضوع ثاني قلت له انا بالنسبه لي سعيد في النادي الاهلي ومش عايز ان انا اروح اشتغل يعني موظف علشان مرتب اعلى في اي حته. قال لي ولادك مش ولادك؟ قلت له ولادي الحمد لله احنا متربيين على طبليه ابونا احنا فلاحين ولادي باذن الله مطمئن على مستقبلهم وفي عش عندي مشاكل. فقال لي انت غريب قوي طب ما تسال راي الكابتن صالح اكلمه لك. قلت له لا ما تكلموش انا هسال الكابتن صالح واللي هيقول لي عليه هعمله. رحمه الله عليه رحت له قلت له واحد اتنين كذا كذا كذا. قال لي وانت رايك ايه؟ قلت له انا من جوايا مش عايز امشي. قال لي لا لو شايف انك عايز تمشي وخجلان انك تقول لي قول لي وانا اوديك الاهلي جده. ده نادينا سفر بسفر بقى. قلت له لا انا مش عايز اسافر. قال لي وقت ما تحب قول لي. وانا اكلم صاحب السمو الامير محمد عبد الله فيصل. وقلت له يا كابتن انا مبسوط. لكن لما كلمني ايهاب مره واثنين وثلاثه الفكره بدت خطيره. عايز يعمل شركه يسميها الايجيبشن فوتبول. وهيشرك معانا مؤسسه اخبار اليوم شريك. ايوه انا شاهد على ده. و اتكلمت وقلت كابتن صالح فما كانش مبسوط بس قال لي اللي انت عايزه ما بيمسكش في حد الكابتن صالح. طبعا. بعد ما مشيت ما وراش حاجه. ففي سبتمبر برضو او الفتره من سبتمبر لا قبل سبتمبر يمكن في اخر اغسطس انا بروح سيدي عبد الرحمن. في هناك الساحل الشمالي واحد اسمه سلومة عنده سوبر ماركت صغير كده كان دلوقتي حاجه جباره قوي. قال لي انت جيت؟ قلت له. قال لي الكابتن صالح جه. معلش انا هطول في الحته دي. اتفضل. قال لي الكابتن صالح جه وسالني هو عدلي ما جاش؟ كنت وقتها مقدم استقالتي لكن ما نفذتهاش لسه. بناء على طلب الكابتن صالح اجلها. والله على ما اقول شهيد في كل كلمه يعني. طبعا. فكان معايا اخويا شقيقي حامد انت عارفه. ايوه. فقلت له ما تيجي نفوت على الكابتن صالح يكون عايز حاجه. رحت فالسفرجي هو في قريه الدبلوماسيين. قال لي الكابتن في البحر. قلت له خلاص بلغه ان انا فوت عليه وجيت ماشي. قال لي لا انتظر انا هروح له. قلت له ما تسيبوش يخليه يرجع من البحر. قال لي هيزعل لو عرف انك جيت وما قلتلوش ومشيت. قلت له طب قول له هجي له في وقت تاني عشان ما يجيش هو من القعده اللي قاعده. لقيت الكابتن صالح جاي لي. اتكلمنا والراجل لطيف وقدمنا شربنا المشاريب بتاعتنا واخويا قاعد فلقى جلسه وديه جدا. واحنا ماشيين قال لي ما كنتش عارف تستنى سنه ولا اتنين ونمشي سوا. انا عملت كده. محمد بص لي بصه. قلت له والله يا كابتن ما اعرفش حساباتي جت كده. ووقتها بيني وبينك اللي خلاني قبلت كان في خلافات داخل المجلس كانت مضايقاني قوي وكانوا عايزين يستخدموني فيها ضد بعض وبعضهم عايز يستخدمها ضد حتى الكابتن صالح. وانت مدير النادي وما نعرفش وانت لازم تعمل عايزيني اثبت حاجات في المحضر. فانا لقيت ان دي تقنى جاه الشغلانه اللي جت دي ان انا ابقى شريك. هبقى شريك في شركه برايفت بيزنس ما اعرفش هتنجح ولا لا. فانا قلت له والله حسابات وانا انت كنت طولت في حته مدير النادي من 92. وما كنتش متخيل اني همشي الحقيقه. بس المهم فقال لي طيب يا عدلي لو احتجتك في حاجه. قلت له كابتن ده اسال ده انت احتجتني. وكان فرحي بعد اسبوع وما رضيتش اعتذر. سافرت غانا عشان حضرتك كلفتني ولما انت قلت لك كده قلت لي ازاي تعمل الكلام ده؟ انا ما اقدرش اتاخر عن النادي الاهلي. انا كلمت خطيبتي اللي هي بقت مراتي بعد كده قالت لي اوعى تتاخر عن النادي الاهلي والكابتن صالح كتر خيرها يعني. قلت له هي قالت لي كده كمان جمدت قلبي.
ودي قصه ثانيه نحكيها بعدين. سفريه غانا دي. طيب كابتن صالح كرمني زي ما انت بتقول وجاب رموز الادب والفن، كان في غيرهم كتير في احسن حته واغلى مكان في مصر. لم يسبق ان فعل هذا النادي الاهلي ولا كابتن صالح لاحد. صحيح. اطلاقا. صحيح صحيح. وعندي الجوائز والهدايا اللي جات لي من 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 جهاز الكوره والنادي الاهلي، عندي مصحف النهارده مش عارف اقول لك وزنه قد ايه، فضه. النادي الاهلي سلمه لي الكابتن صالح يوميها. انا فاكر 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 كلمته كمان، واتكلم كلمه وكابتن عادل امام اتكلم كلمه، وكنت حريص ولادي يكونوا موجودين، وكان يوم يعني من اعظم ايام حياتي. بعد كده لما رحت فضلوا ويطلبوا مني ان اشارك في الصفقات، حتى كابتن ثابت رحمه الله عليه لما تعثرت صفقه كابتن شادي محمد كلمني قال لي عادل انت مش تعرف محفوظ بيه عبد السلام رئيس الشركه؟ قلت له اه. قال لي خلص لنا الموضوع ده. والحقيقه كلمت الراجل والموضوع خلص. كابتن شادي عارف ده، وكابتن ثابت ما هياش يعني الحاجات ان انا بتفاخر، بس بقول ان انا كنت اكلف حتى هذا اليوم. طيب كل الكلام ده كوم وما حدث في انتقال مجدي طلبه، كابتن مجدي طلبه كوم تاني. كوم تاني. انت سافرت بلغاريا؟ مش بلغاريا بقى، انا سافرت بلغاريا طبعا. انا كلمت الكابتن صالح، والكابتن صالح قلت له كابتن مجدي بعت لي حد وقال لي انا خلاص بخلص في الاهلي، او حد جالي قال لي كابتن مجدي منتظر موافقتك. كان كابتن مجدي بيلعب في منتخب مصر وهو ملوش نادي. ايوه. كابتن جوهري قال له مش هينفع الوضع يستمر على كده، لانه كان خلص انتقل من باوك راح بلغاريا، راح بلغاريا وعايز يرجع مصر. اه. فكلمت الكابتن صالح قلت له يا كابتن اذا اذا النهارده ما حسمناش موضوع الكابتن مجدي، انا بقالي 6 أشهر بتكلم فيه مع جهاز الكوره، لكن انا مش هقدر اتكلم. فقال لي طب اسال مستر هولمان وثابت وقول لهم في اجتماع لجنه الكوره الساعه 6 قولوا لي رايهم فيه. كانت الساعه 1 الظهر. الساعه 4 لقيت الكابتن ثابت رحمه الله عليه بيكلمني بيقول لي ده مستر هولمان جاي يقول لي هو انت بتسالني انت عايز وينج مصر اللي لعب كاس العالم وهو ملوش نادي دلوقتي يجي ولا ما يجيش؟ طبعا يجي. قلت الكلام ده الكابتن صالح قال لي خلص. كلمت كابتن مجدي خلصت معاه كل شيء، قلت له عايزين نسافر بكره. بكره كان يوم حد الكلام ده، قلت له يوم الاثنين هنقطع التذاكر ونطلع بلغاريا. مش بتقول رئيس النادي صاحبك؟ قال لي ما كان بيلعب معايا في باوك، كان جون النادي. قلت له كلمه قول له ان احنا جايين. فهو كلمه 6 صباحا اتقابلت معاه، قطعت التذكره تاني مره او اول مره تحصل بعد كده او تاني مره، يعني انا مرتين، المره بتاعت كابتن حسام قطعتها في المطار والمره دي انا عارف انك انت عايز تنقل. خلاص انا بختم اهو. لا اتفضل. وانا اسف ان انا بحكي هذه القصص. لا لا مهمه مهمه، وما كان ينبغي ان انا اتكلم، لكن انت فتحت الموضوع ما ينفعش يتقفل الا صح. صحيح. سافرت مع الكابتن مجدي قلت له اتفقت معاه على كام؟ قال لي هو الزمالك مخلص على 50,000. كان الراجل عايز 100,000 واتفقنا على 50,000. الكلام ده يوم الاثنين. فطلبت من عباس الريدي رحمه الله عليه كان مدير المالي، قلت له كلم الكابتن حسن ادوني 50,000 كل باكو 10,000 خمس بواكي. ايه يا كابتن؟ انا خلصت بقى العقود وخلصت حتى ايصال الاستلام كتبته وختمته وخليته على توقيع النادي. قلت له انا عايز ليا غرض في دماغي. رحت بلغاريا حطينا الشنط وصلنا 8:30 ما طلعتش الاوض، ما عرفناش ارقام اوضنا، لقينا عربيه مستنيانا. رحنا وصلنا على 9:30 مكتب رئيس النادي، 11:30 كنت مخلص. هو بيكلمه فبيقول له انا بقى طبعا في الاول عشان يبقى في حميميه قعدت اتكلم مع الراجل عن حياته الخاصه، عن مشواره الكروي، والكابتن مجدي حكى لي عنك وانت كنت جون مش عارف كذا، وايه اللي وداك الشرطه؟ بتلطف انت الجو. لا عايز ابقى في انتيميتي بيني وبينه، حميميه. اه عشان اللي جايه بقى.
فبعدين قلت له طب ما تيجي نخلص اللي احنا جايين عشان وبعدين نكمل قعدتنا. فقال لي اتفضل. قلت له عايزين الاستغناء. فقلت له ورحت مطلع له طلب من النادي الاهلي ممضي مختوم عشان مجدي طلبه ثلاثي بيني وبينه وبين مجدي طلبه. كابتن مجدي مضى عليه وجه يمضي عليه كده بص كده قال له ايه الاهلي نادي الزمالك؟ لحد اللحظه دي كان فاكر نادي الزمالك هو اللي بيخلص. فضحك مجدي قال اديك شايف مين اللي اهتم وجه جري يخلص اهو. رحت انا قال اوكي خلاص اذا كنت انت عايز كده انا مش فارقه معايا. رحت مطلع الشنطه فاتحها كده هو مش شايفها وبطلع دي واحد اثنين ثلاثه اربعه ورحت قافل الشنطه. 40,000. انا ليه بحكي القصه دي؟ ايه دول؟ قلت له 40. قال لي احنا متفقين على 50. قلت له ما اظنش ان احنا بعد ما نقطع المشوار ده كله ورغبه الكابتن مجدي والجديه ان عملها هنختلف على 10,000. قال لي ده انا كنت عايز 100. قلت له يعني سبت 50 مش هنسيب العشرة دي؟ فضحك قال لي كويس وعشان خاطركم وبتاع مجدي انت اوكي موافق؟ قال له طبعا موافق اروح النادي انا مضيت. فراح واخد ال 40,000 قال لها طلعي لي ايصال كنت انا كاتب الايصال الاستلام. قلت له تختم لي هنا عليه. راحت تك ختمها. قلت لها اديني ايصال من عندك بقى. فادتني ايصال من عندي رحت خاتم الاثنين مع الاستغنى مع طالب. فقلت له اسمع احنا خلصنا كل حاجه انا حاجز يوم الاربع للرجوع. افتكرت ساعتها ان في ماتش يوم الاربع المحله اول ماتش واحنا يوم الاثنين. لا طب ليه ما الكابتن مجدي احنا خلصنا كل. قلت له انت مش ليك علاقات طيبه بالاتحاد؟ قال لي طبعا. قلت له تعرف تجيب لي شهاده دوليه دلوقتي؟ انا عايز اسافر الظهر. قال لي انتوا في اوض كام؟ قلت له احنا الشنط ما طلعتش فوق. قلت له بس طبعا هنحاسب على الليله دي. قال لي طب روح خلص وانا هبلغهم يجهزوا لك الشنط ويجهزوا لك الايصالات وتجي لي. خلصنا في نص ساعه كنت عنده لقيته واقف تحت في الشارع هو اللي بيسوق العربيه وراح مطلع بتاعت الشرطه اللي بتصفر دي وعكس الاتجاه وطالع على المطار عشان يلحق طياره 2:30. والله الراجل بشنط بايديه بياخد الشنط وبيجري وانا احنا بنجري وراه ودخل وبعدين طلع قال لنا ترانزيت وتركبوا وتنزلوا في اتينا تقعدوا 6 ساعات وترجعوا القاهره. ورجعنا ولعب الكابتن مجدي طلبه ماتش المحله ورجعت ال 10,000 دولار اللي وفرته. اولا كنا نقدر نقعد نتفسح بيهم انا والكابتن مجدي وما كانش حد هيعرف اي حاجه. ولو عايز ايصال ب 50,000 كنت هاخده. لكن ده مش المهندس انما دي واقعه يشهد عليها الكابتن مجدي طلبه وانا بقولها عشان صاحب الشأن موجود وحي يرزق. تفاصيل علاقه المهندس عدلي بالنادي الاهلي، عطائه غير المحدود للنادي الاهلي، ثقه كل قيادات الاهلي ومسؤوليه. انا ما اتحشرتش في المفاوضات بتاعه الكابتن حسام. الوفد جه وجي معاهم واحد اسمه محمد فايق من السفاره وقعدوا مع الكابتن صالح وخلصوا كل حاجه. بعد الوفد ما خرج دخلت لقيت الكابتن حسام ومستر فايق ده. قلت له اتفقت؟ قال لي كل حاجه. قلت له اتفقت على ايه؟ قال لي 8,000 دولار في الشهر. اديني العقد. قريت لقيت 8,000 دولار في الشهر والسنه 10 شهور. خليني خلاص خلصت دي. انا فاكر الواقعه. كابتن حسام حسن اتفق عشان يروح التاي سبورت تركي ومضى على عقد لمدة سنة ب 8,000 دولار شهريا. أنا ليه بقول لكم؟ أنا كصحفي شاهد على الواقعة دي لأنه حصل فيها ساعتها حاجات أدت إلى فشل المفاوضات بعد كده أو عودة حسام حسن. المهندس عدلي اللي أنا فاكره كصحفي بيغطي وقتها إنه اكتشف إنه التراكوة، حتى إحنا قلنا التراكوة ضحكوا على حسام. حسبوا له السنة 10 شهور مش 12 شهر، صح؟ يعني هيحاسبوه على 10 شهور وهو ماضي 3 سنين، يعني الشهرين اللي بين المواسم والأجازة على حسابه. والشهر 8,000 دولار. فأذكر ساعتها من ضمن الحاجات اللي عطلت الدنيا شوية إن المهندس عدلي أنت قلت له 10,000 قلت له يا كابتن حسام هجيب لك 10 و12 شهر و12 وقلت الفايق كده. كابتن حسام قال لي انا مش عايز اتبوظ. قلت له مش هتبوظ يا كابتن حسام. انت هداف افريقيا. طلع الراجل بره قال اوكي بس هم طالعين على المطار دلوقتي
واحنا مضينا الدرافت بتاع العقد، قلت له هنعمل نسخه وهنمضيها معانا واحنا رايحين، كابتن حسام جاي لكم كمان اسبوع هياخد العقد معاه تمضوا على العقود الموقعه من عندنا وتعتمدوها وتدوا له بقيه الفلوس بتاعته. أيوة. وتبعتوا لنا شيك النادي الاهلي. ايوه. جيت الساعه 11 بالليل قاعد في مجمع السباحه اللي كان افتتاحه بعد 15 يوم في مدينه نصر، انا والكابتن حسام وابراهيم المعلم وهشام سعيد. أيوة. بنتابع الاجراءات النهائيه علشان التشطيبات والافتتاح. لقيت تليفون من الكابتن صالح 11 بالليل. يا كابتن عادل انت فين؟ انا كذا. قلت له، قال لي لازم تقابل الكابتن حسام دلوقتي عشان انت هتطلع معاه تركيا. قلت له امتى؟ قال لي 6 صباحا. قلت له كابتن ده انا معاه تاشيره ولا تذكره؟ قال لي هو السفاره هتتفتح دلوقتي، هيستلم باسبوره وهيجيبوا لك التاشيره والتذكره. بس قلت له طب وانا عندي الافتتاح؟ قال لي انا وعدته، هو قلقان من ان احنا العقد اتعدل وان احنا لازم يروحوا يرجعوا في كلامهم ولا حاجه، فانت لازم تطلع معاه. ورحت معاه ورحنا لقيناه هو طالع على السلم يقول يا نهار اسود انا. قلت له في ايه؟ قال ده بيلبسه زي باوك. اه كان عنده مشكله مع باوك. اه ده الاوضه زي باوك، ده النادي زي باوك. لا 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 يا عم، لا لا. لقى رئيس النادي والصحفيين والتلفزيون شدوه من ايده، امضي العقد، مضى العقد، صوروه، ادوا له الفانيلا، كل ده خلال نص ساعة كان خلص. وابتدى يقول لي أنا عايز أرجع مصر، ودي قصة أخرى. طيب هو التراكو هيدوني عمولة عشان هو كلفهم أكتر، وهو عشان زودت يعني هو اللي اكتشف إن هم محاسبين حسام على 10 شهور مش على 12 شهر، وزود له العقد ل 10,000 دولار بدل 8. كابتن حسام لما اتضايق وقرر إن هو ما يكملش، قلت له طب استنى هنديهم فرصه يمكن هي تبقى طوق النجاه اللي نتلكك بيه. كان المفروض يجي رئيس النادي يدي له بقيه فلوس ونرجع مصر. رئيس النادي جاله ظرف ما جاش على الغدا، واحنا كنا طالعين على المطار بعديها بعد ساعتين، كان رايح يعزف بلد ثانيه. هو كان يملك نص الطاي دي، راجل قوي جدا. فقلت له لا دي علامه مش انا ابتديت اتلكك بقى فايق، دي علامه مش جيده. الكابتن حسام قلقان، كابتن حسام دلوقتي مش مبسوط، وهو قال لك عايز ابراهيم وانت وعدته، وكابتن ابراهيم لحد دلوقتي ما فيش حد فاتحنا في الموضوع. قال لي ما هو طلب شقه على البحر جبنا له، ابراهيم هجيبه له كمان شهر. قلت له هو قلقان، فلوسه ما خدهاش دلوقتي، بقيه الاتفاق ما تمش. قال لي طب خلاص، وخلال 5 ايام هيجي لك الفلوس بتاعته. قلت له خلال اسبوع، ما جاتش الفلوس العقد مفسوخ وتلككنا، لأن الفلوس جت بعد 8 أيام وتلككنا فسخ العقد، لكن هم طلبوا غرامة 20,000 جنيه، 20,000 دولار. وبعدين أنا لما عرفت إن هيتحملها الكابتن حسام تفاوضت معاهم، قلت لهم هتبقى 10 فقط اللي هيتحملها اللاعب، لأن الكابتن صالح قال هو اللي رجع في كلامه هو اللي تحملها. ده الكابتن صالح، وده المهندس عدل القيعي، ودي حقيقة الرجال. ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كنا في غنى عن إن احنا نتحدث عن ثوابت وبديهيات وحقائق وقيم الرجال، لكن ده كان كلام مهم للناس اللي تحت 18، وليس دفاعاً إنما لإظهار الكذب. بالضبط، للناس اللي تحت 18 اللي لم تشهد مثل هذه الأحداث ولم تعيشها. لو ده مش تخبط يبقى اسمه ايه؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما اعتقدش ان في اي مسابقه تنجح بدون تحكيم، وما اعتقدش ان في اي رياضه ممكن يحدث فيها اي تنافس يشعر المتنافسين باي نوع من الاطمئنان الا في وجود تحكيم عادل. ولا قيمه لاي بطوله تاتي بغير تحكيم عادل. بالظبط. تحكيمه اللي حاصل فيه يستحق اكتر من وقوف الكابتن سيد عبد الحفيظ دي احداث في بدايه حلقته. يستحق اكتر الحقيقه. لانه لو ده مش تخبط يبقى اسمه ايه يا باشمهندس؟ يبقى اخطاء بشر في اتجاه المصالح. اخطاء بشر في اتجاه المصالح. طبعا التحكيم الفترة اللي فاتت
الكل بيتكلم عن ما يحدث منه ومعاه وفيه وعلشانه ولأجله. والمزعج جدا في الموضوع انه ما تحسش انه فيه رغبه واراده للاصلاح. في منكفه وفي مقاوحة وفي ناس مش عايزه تعترف ان عندنا مشكله. عندنا مشكله حقيقيه. مباراه الزمالك والمقاولين مش دليل لوحده رغم ما فيها من دليل صارخ. لكن هو اللي حصل في ماتش الاهلي والانتاج يخليك تتوقع ايه بعد كده. ايه آلية الاستعانة بالحكام الأجانب؟ هل اتحاد الكورة لما يجي يجيب حكام أجانب زي ما أعلن؟ بالمناسبة الدوري السعودي ونظام الكرة في السعودية شديدة الانضباط، الاستعانة بالحكام الأجانب فيها له شرط. أي نادي من حقه يطلب حكام أجانب بشرط أو بشرطين، يدفع الفلوس ويبلغ الاتحاد قبل المباراة ب 15 يوم. 15 يوم للفريق الضيف و 12 يوم للفريق المضيف. غير كده ما تتنفسش. دخلوا في مشكلة كاتحاد مع نادي الهلال قبل كده عشان الهلال طلب يجيب حكام أجانب قبل ميعاد المباراة ب 14 يوم. فاعتبروه كسر القاعدة القانونية. ده بيحصل في الدوري السعودي. في الدوري المصري الحكام ليلة المباراة. تصور يا ريتنا فعلا نقتبس نظام الاحتراف من الدوري السعودي. عشان نقول يعني الناس اللي عايزة تنظم هنا، طب ما هو متنظم اهو. ما هو موجود. لا، كمان اللي عاجبني فيه التنفيذ الصارم لكل القواعد والنظام. مفيش طبطبة في أي خطأ. زي حتى اسعار اللعيبه. هو انت فاكر ان المصالح يعني لازم يبقى فيها وراء غرض خبيث وفلوس لا، المصالح انك عايز الناس ترضى عنك، تفضل في مكانك، ما حدش يضايقك، لكن خلاص بقى ما تبقاش اخطاء بشر. للفساد اشكال اخرى. الكابتن ثروت سويله من المدير التنفيذي للاتحاد اتكلم عن اليه او انه اتحاد الكوره لما حب يجيب حكام أجانب لمباراة بيراميدز والزمالك بناء على طلب بيراميدز استأذن الزمالك. طب والمقاولين كان وحش يعني؟ نسمع ثروت سويلة. دلوقتي استأذننا الزمالك عشان بيراميدز طلب، لكن اللي حصل مع المقاولين هو كان غلط. طب غلط مين دفع؟ رغم ان المباراه يعني ما فيهاش احداث يعني، لكن الحاله النفسيه والمعنويه والجدليه التي ثارت واحساس المقاولين انه للدرجه دي وهي مباراته لا يؤخذ رايه كان مخليهم في حاله مش طبيعيه. على يعني فكره ما فيش مؤسسات تدار بعمل مؤسسي يتقال فيها الكلام ده. الخطا لو كابتن ثروت سويلم بيدير شغل خاص بيه وارد ان هو فيما يخصه هو ينسى. لكن لما يكون في مؤسسه بتدار بشكل مؤسسي، في لجنه حكام لازما بتخطر، في لجنه مسابقات لازما بتبلغ، في مدير تنفيذي لازما بيبعت، كل الاطراف دي سوها عليها؟ كل الاطراف دي. طب اصل ده يقودنا الى موقف افتراضي. لو كان المقاولين صمم ان ما يلعبش الماتش نتيجه هذا الخطا. ده المقاولين كان كان هيحصل ايه؟ المقاولين كان حقه ما يدخلش الحكام الملعب. لا، بصرف النظر بقى مش عندوش اسمائهم. انا بدخلك في فرض جدلي، مش عايز هنا مش لان الاتحاد هو بيعترف ان ده كان خطا. ماذا كان اذا هيحدث غير ازمه كبيره جدا تهدد الدوري؟ لان ما كانش طبعا المباراه هتعاد في كل الاحوال. طبعا. لكن خطا يعترف به ده الحكم اللي بيعترف بالخطا بتعاد المباراه. طب مدير النادي اللي ما هوش مسؤول عن هذا الخطأ بصراحة، يعني هو كمدير نادي دي مش مسؤوليته إلا لو تأخر في الإجراءات. مدير الاتحاد إلا لو تأخر في الإجراءات، لكن واضح أنه ما تأخرش. ده بقول لك قبليها بضيق الوقت، يعني لجنة الحكام ولجنة المسابقات. طيب هو إيه حكاية الحكام الأجانب بقى؟ هو فيه ولا أولا فيه ولا ما فيش؟ مبدئيا الزمالك وبيراميدز اتأجلت لأجل غير مسمى، ده أعلن اتحاد الكرة النهاردة. طب أنت عايز رأيي؟ آه صح. ليه؟ يعني المرة دي أنا سمعت الحجة التي يستند إليها
نادي الزمالك في طلب التأجيل. النداء الصراع أصبح ثلاثي أو رباعي على القمة. في الجدول مباراة الأهلي والزمالك وبيراميد تسبق الزمالك وبيراميد. أتصور إن كنا هنطلب نفس الطلب. يبقى لازم الجدول يمشي على الأقل في الماتشين دول، لأن ممكن يحددوا شكل القمة. مش ممكن، ده غالبا هيحددوا شكل القمة. كابتن عصام عبد الفتاح، لما فاجئ الناس كلها بطاقم حكام تونسي، مش كلها يعني في نادي كان عارف كل اللي جاي، بس ما علينا. بس لما فاجئ الناس اللي مش عارفه بطاقم الحكام التونسي، سالوا كابتن شوبير اشمعنى توانسه ودلوقتي ليه ومن امتى الكلام ده بدا؟ نشوف. اتصالات من زمان ما علينا يعني. وكابتن شوبير في الحلقه دي الحقيقه كان دي النقطة كانوا يحاصروا بالمنطق، والحقيقه الاجابات كلها كانت تقود الى مزيد من علامات الاستفهام. يعني الاجابات ما كانتش اجابات، ولكن كتثير علامات استفهام. اكبر علامه استفهام وبعدها علامتين تعجب انجاز الترقيم في كلام الكابتن عصام، انه الاتصالات مع الجانب التونسي من زمان. من زمان مش من زمان. طب هل الجانب التونسي نفسه كان عنده الاتصال من الاتحاد المصري من زمان؟ بنسمع رئيس لجنة الحكام التونسية نفسها، هو الاتحاد المصري كلمه امتى؟ يعني رئيس لجنة الحكام التونسية نفسه معانا عشان نجيب حكام توانسة لمصر كان قبل المباراة بيومين اتنين، اللي هي كانت زمان. وبالنسبة للتوأمة، التوأمة حصل كلامه لسه ما توقعش، لسه هيتوقع، لكن اللي عمله بالنيات. قال عمله بالنيات. طيب، نية الكابتن أحمد الشناوي امبارح مباراة الزمالك والمقاولين، ودي مباراة يعني الزمالك والمقاولين دايما المباراة فيها حاجة. أذكر الزمالك المقاولين أول ما صعد للدوري الممتاز تقريبا نهاية السبعينات، يمكن 78 79 إن لم تخن الذاكرة، كسب الزمالك 3-1، ومن وقتها والمقاولين عارف سكته مع الزمالك، عنده تفوق ملحوظ. وقبل كده شفنا في بداية الألفية حادثة رضا البلتاجي، وإزاي والمقاولين متقدم 1-0 يتضرب رضا البلتاجي ويتفتح دماغه عشان المباراة تتعاد والزمالك يكسب بعد ما كان مهزوم. المباراة حسمت الدوري. ما علينا. ما بعد علينا كده مش وقتها يعني. والحرام. مش وقتها لكن كانت مؤثرة. كان ليها تأثير. امبارح الزمالك والمقاولين، اللي حصل نموذج صارخ لازدواجية المعايير القاتلة بجد. مفيش أي مشكلة إن الحكم يغلط. ما بيقولوا لنا الحكم بشر، وكأنه بشر مسموح له إنه يغلط بس في اتجاه واحد. هذا الحكم البشر عنده حادثين بنفس الشكل، إن لم يكن التاني بتاع المقاولين أوضح. الزمالك له جون اتلغى بداع التسلل، مختلف عليه، لكن دي ضربة الجزاء للمقاولين ما اتحسبتش، ودي ضربة الجزاء للزمالك اتحسبت. قولوا لي بالله عليكم، هي الكرة في الإيد البيضاء يجوز، بس الكرة في الإيد الصفراء جريمة؟ هل في عرف لجنة الحكام، ما دمنا هنتكلم بقى على الأخطاء البشرية، شايفين الفرق بين الحالتين؟ دي في مباراة واحدة بتاعه المقاولين اتحسبت على الزمالك، وده نفس الايد الشمال يا شوارب، صحيح يعني الحلال هنا الشمال حلال والشمال هنا حرام، ده بمناسبه البطولات الحلال حتى والحرام. حتى المسافات بين اللعيبه واحده، ده ربنا اراد ان هي يعني تبقى كربونيه، تبقى فيه دليل ادانه لحاجات غير مفهومه، لانه باستمرار اختيارات الحكام غريبة جدا. نسمع الكابتن أحمد الشناوي وهو بيحاول يقول تفسير.
موجوده والقرار صحيح. ايوه ما حدش قال ان دي مش بينالتي، رغم ان لو قاعدين يفسروا لنا مش بينالتي هقول لك ده كسونجو لعبها والمسافه نص متر وهو هيودي ايده فين؟ كانت هتتقال كده لو كان الحكم ما حسبهاش. جهزنا شوارب طارق حامد، طارق حامد في لعبه الجودو والمصارعه اللي عملها. لكن هي ضربه جزاء. ضربه جزاء. الزمالك له هدف اتلغى مختلف عليه، لما بيتعاد يبان انك انت لو بتتكلم على الارض الشناوي حاول يثبت الكابتن احمد الشناوي انه مفيش اوفسايد. ياه. والشيخ طه وسيف زاهر قالوا له لا. الشناوي كان بيغلط الحكم انه لغاه. لا لا شاف ان هي جون صحيح. ايوه. ايوه يعني بيغلط لكنه كان باين انه كاسونجو مايل بصدره حارق الاوفسايد. يعني في النهايه علشان بس نبقى موضوعيين. مختلف عليه ما فيهوش هذا الوضوح، الوضوح كله في ضربة الجزاء الغريبة العجيبة اللي كانت للمقاولين واللي أقل منها وضوح اتحسب للزمالك. نشوف الكابتن أحمد الشناوي عن ضربة الجزاء العجيبة للمقاولين. أسوأ ما في الأخطاء دي إنه الأفندي الحكم بينه وبينها يردتين تقريبا في كل خطأ، فما يقدروش يقولوا لنا بشر ومش بشر. لا خلاص ما تجاوزت التمرير وزاويه الرؤيه. انا بس عايز تفسير انه في حكم في خطا قدام عينيه بالوضوح ده وهو حاسب نفس المعيار هو اعتمده، ليه دي ما تتحسبش؟ امين عمر الزمالك لعب 7 ماتشات، امين عمر ادار 2 منهم ودي برضو غريبه. يعني في سياسه التعيينات ركزوا على الحكمين 3 اللي هيتم تدويرهم لمباريات الزمالك ليه؟ وهل خطا قدام عينيه؟ قلت لكم الجون بتاع كاسونجو جون يتحسب ومسؤوليته لحمل الرايه. ضربه الجزاء قدام عينيه هو مسؤوليته هو بشكل شخصي، ليه ما تتحسبش؟ ليه طارق حامد في واقعه بيلعب مصارعه عشان عنده انذار وعشان متقلل الحكم بلاش فلان وفلان وفلان عشان عندهم انذارات، فطارق حامد يشيل الخصم على ظهره ويرميه يرزعه في الارض. ما احنا قلنا المصارعه ما بتتحسبش. كان حسب لك ضربه الجزاء بقت كره مصارعه. كل حاجه لو دبدبت للعيب ممكن تاخد انذار، لكن تاخده براولية وحاجات دي حركات مصارعه، طب يعملوا فيها ايه؟ قبل كده في مباراه نجوم المستقبل تقريبا طارق حامد يعتدي بشكل بدون كوره على صلاح سليمان اعتقد، وما ياخدش حكم ما يتعاقبش في واقعه يطرد فيها. يعني ضرب بدون كوره طرد. ليه ما يطردش ما تفهمش؟ امبارح يشيل اللاعب على ظهره ويرزعه في الارض ما ياخدش انذار. ليه؟ عشان الانذار الاولاني عشان متقال له بلاش فلان وفلان وفلان، هل ده تحكيم يضمن عداله مسابقه ويحفظ حقوق؟ ولا اخطاء بشر؟ انهي بشر؟ مش عارف. البشروش. لما لاعب بيتجاوز ويغلط، لو كان في وقت كنا هنفرجكم احنا في مباراه الاهلي والانتاج لما محمد الشناوي حارس الاهلي اخطا لومناه وقلنا لازم يتعاقب وحيينا قرار اداره الكره انها تعاقبه لانه مفيش جون يخرج عن السلوك بهذا الشكل لا مع اللاعب المنافس ولا في الاحتجاج الخشن على قرار الحكم. لكن كابتن حازم امام لما محمد الشناوي اخطا حازم امام زينا ادان الشناوي ولامه، حتى وان كان الكابتن حازم ما توقفش عند الكوارث وهو عضو في اتحاد الكوره عن كارثه الحكم سواء في هدف ملغي للاهلي أو ضربة جزاء فاضحة كاسفة كاشفة ما تتحسبش. كابتن حازم لا مش الشناوي نفكركوا عشان نفكروا بحاجة تانية. هنا برضو بنتكلم على ازدواجية المعايير خاصة دي في الناحية بالنسبة النقضية. للي عملها في الماتش اللي قبليه يعني ولا حاجة. يعني الشناوي لما حصلت منه اللي حصل قبل كده كان الكابتن حازم ما شافش
ودلوقتي ده عنده شخصيته هي كده شخصيته. طب مش الشناوي شخصيته ولا هنتكلم في قال لك هو جون كويس والشناوي جون وحش؟ وهل المستوى الفني مبرر للاعب الشناوي او جنش او اي حد انه لما يخرج عن السلوك الرياضي التمس له العذر؟ مره اظن اللوم ودين اتغرم في المباراه اتغرم من لجنه المسابقات لكنه في المباراه نفسها لا يعني ابدا يعني ايه اتغرم اذا كان الناس بتتوقف عشان حاجات ابسط من كده؟ ما هو ما فيش تقارير. ما هي المشكله الحكومه بتكتبش في تقاريرها ما يحدث والناس شايفاه. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كيف ان الاميره تستجيب لمغازله الملك. اهلا بحضراتكم من جديد. الاميره تستجيب لمغازله الملك، ملك البطولات، ملك افريقيا، ملك الارقام القياسيه في القاره، والاميره اميره البطولات، دوري ابطال افريقيا البطوله الاهم والاقوى في القاره والبطوله المؤهله لكاس العالم للانديه، البطوله الغاليه على النادي الاهلي والبطوله اللي بيعتبرها جمهور الاهلي هذا الموسم الهدف المرصود الاساسي. عارف ليه كمان اهميتها؟ ريال مدريد تعثر فعندك فرصه انك تعوض الفارق اللي هو سبقك بيه، فتاخد لقبين باذن الله تعالى، دوري الابطال ومن ثم بطوله السوبر ان شاء الله. الفوز الكبير والعريض والاهم منه العرض الممتع اللي هزم بيه الاهلي كل المخاوف. شفتوا كنا على قدر من الحذر من التحذير من القلق، خاصه ان هي كانت لعنه الاوائل، كل اوائل المجموعات خسروا وخرجوا، ده الناس وصل لها يقين انتظار الاهلي يلحق بالركب، ان في مشكله زي ما يكون في حاجه في الجو اليومين دول وكلهم في اراضيهم او الميه فيها حاجه ضد الاوائل. اوائل المجموعات كلهم بيخرجوا وعلى ملعبهم رغم ان هم بيبقوا محققين نتيجه جيده في الذهاب، لكن يخرج مازيمبي من قدام اول اغسطس الانجولي، يخرج النجم من قدام الترجي، والنجم كان اول مجموعته والترجي كان تاني مجموعه الاهلي، فبقت يخرج الوداد حامل اللقب قدام وفاق سطيف وكان الوداد الاول، فبقت المساله لعنه الاوائل بتصيبهم في ملعبهم، كله حط ايده على قلبه في مباراه الاهلي، كله اعتقد انه الفريق الغيني قادر على احداث هذه الصدمه، لكن كان لاعبو الاهلي عند حسن الظن بيهم، عند درجة من المسؤولية، عند درجة من الإصرار والرغبة في تحقيق الفوز، لكن كل ده ما كانش هيتعمل لولا أنه أحسن لاعب كان موجود، أحسن لاعب في الفريق كان موجود في المدرجات، كان موجود هذا الجمهور الوفي المخلص الكبير العاشق المتحمس الغيور اللي قدر فعلا يقود الأهلي وبقوة إلى دور قبل النهائي. هذا الفوز العريض هقول لكم سريعا كيف عبرت عنه مختلف الصحف. الاخبار قالت الاهلي فتح على الرابع، هزم هوريه برباعيه وتاهل للمربع الذهبي لمواجهه وفاق سطيف الجزائري، والاهرام الاهلي عملاق افريقيا، المارد الاحمر يكتسح هوريه الغيني برباعيه ويواجه سطيف في قبل النهائي، والاهرام المسائي حريه يا اهلي، الشياطين اكتسحوا بطل غينيا بالأربعة وتأهلوا لنصف نهائي دوري الأبطال، كارتيرون يجيد في الضغط المرتفع وتطوير الهجوم وينهي أزمة العقل المفكر، وليد سليمان صنع الفارق وصلاح محسن البديل النموذجي في ليلة السلام. المسا قالتها قلنا كتير الأهلي كبير، قدم عرضا قويا واكتسح حورية الغيني برباعية نظيفة وتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية، والأخبار المسائية الأهلي في نصف نهائي دور الأبطال، المارد الأحمر يضرب موعدا مع وفاق سطيف بعد رباعية حورية، الهداف الجزائري حيث سطيف ينتظر الأهلي، الأهلي يهين حورية كوناكري ويضرب موعدا للوفاق بعد 10 أيام.
يوم الثلاثاء الجاي 2 اكتوبر ان شاء الله. النهار الجزائرية الأهلي تجاوز حورية الغيني ويصطدم بالوفاق في المربع الذهبي. موقع بي بي سي: الأهلي يتقدم بثقة لنصف نهائي دوري الأبطال. الفيفا على تويتر قال: دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري يقصو على حورية الغيني بربعية ويكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي. لكن الحقيقة اللي أسعدني في كل ده اعتراف نادي حورية الغيني نفسه. لما تشوفوا موقعه بيقول: المغامرة الرائعة لحورية تنتهي في القاهرة، ولكن أمام عملاق أفريقيا، وهذا يكفينا فخرا. أجمل تعليق. وده مجلة الأهلي في عددها اللي نزل السوق الليلة دي، اللي هيكون بين إيدين حضراتكم بكرة، تغطية شاملة وردة أفعال أو صدى هذا التأهل عبر المواقع العالمية كلها. وهتلاقوا أهم ما فيه كمان اعتراف الجانب الغيني أنه لينا الفخر أن المغامرة الرائعة بتاعتنا اللي وصلتنا لغاية هذا الدور ما انتهتش على إيدين حد قليل، بحسب تعبيرهم بتنتهي على يد عملاق القارة. عملاق القارة بيستعيد قوته، بيستعيد ثقة الناس فيه. ده غلاف الأهلي في العدد بكرة عن الجمعة الكبيرة في الأهلي اللي في انتظار حضراتكم، وعن الملك يستجيب لنداء الأميرة. عرض رائع وفوز كبير على حورية، وأهلا وفاق سطيف، أو الأهلي أهلا وفاق سطيف الثلاثاء القادم. بإذن الله نشوف مباراة قوية تليق بهذا الدور. لكن نشوف الكابتن وائل جمعة في تعليقه على فوز الأهلي كيف رآه صخرة الدفاع. يعني كابتن وائل متكاف من الفرقة كلها، واختار وليد سليمان وهو يستحق أن يكون نجما للمباراة. لكن أنا وأنا أتفق معاه عن تميز وليد، لكن أرى الفريق هو نجم المباراة، أرى الجمهور هو نجم المباراة، أرى كارتيرون هو نجم المباراة. إذا كان ده رأي المهندس عادل بعد رأي وائل جمعة، نشوف رأي عبد الكريم بيرة أيضا الجزائري يتحدث عن شكل الأهلي ومستواه. الإجماع الحقيقي في هذه المباراة مش بس وليد سليمان ولا الإيقاع السريع في أداء الأهلي، لا، الإعداد ما قبل المباراة، تجهيز كارتيرون للفرقة. طبعا هذه المباراة قدمت كارتيرون في نسخة جديدة عند المحللين كلهم. كيف وصل هذا المدرب الفرنسي بالأداء للمستوى اللي هو عايزه؟ عوامل كتيرة ساعدت عليه، بس نشوف وائل جمعة ورأيه في دور كارتيرون. الحقيقة الإيجابيات كتيرة والمكاسب كتيرة، بس لو حد يستحق التحية فهو جمهور الأهلي. جمهور الأهلي اللي هو اللاعب الأفضل في هذه المباراة، الداعم والمساند باستمرار لمسيرة النادي الأهلي. هو بس الحضور لازم يبقى على هذا النسق، يعني أهم حاجة في الجمهور أن يجي بالكثافة المطلوبة. يعني أنا مش مبسوط من تعليق الاتحاد الإفريقي على الحضور الجماهيري. أنا عايز حتى لو في استاد القاهرة اللي هيبقى ساعتها مطلوب حضور 60,000 أو حاجة و50,000، لازم يجي، لازم يجي، يعني عشان تحتفل بفرقتك. زي ما أنت قلت دلوقتي في لعيبة كتيرة جدا ما لعبتش قدام جمهور، وجيل جديد بيطلع، عايزين هذا الجيل يتعود على الدفء الجماهيري والضغط الجماهيري. أعتقد دور جمهور بهذا الشكل، بهذا الحماس، يقلب هذه المباراة بهذا التأثير. استحق تحية رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، اللي كمان يعرف كويس قوي دور وحجم وأهمية وتأثير جمهور الأهلي. نفكركم بكلمة الكابتن محمود الخطيب وتحيته للجمهور في الكلمة اللي وجهها امبارح لأعضاء النادي.
الحقيقه الجمهور ده جمهور مش قادر اوصفه، ما اقدرش اوصفه. وخليني اقول لحضراتكم مثلا امبارح في الماتش بتاع الاهلي وبطل غينيا، الماتش دوت جت اول 25 دقيقه كده في الاولاد مشدودين شويه، الجمهور باحساسه وباحساسه بلاعبته وباحساسه بناديه حس ان ده التوقيت المناسب اللي لازم يرفعوا فيه الريتم شويه. ازاي يحركوا الملعب كله؟ ازاي يحركوا الاولاد اللعيبه في الملعب؟ ازاي؟ الحقيقه شفت كده زي الناس كلها زي ما يكونوا هبوا مره واحده، يعني الاثنين كلهم قاموا كده قومه واحده. ازاي نشد اللعيبه؟ هو ده الجمهور الاهلي العظيم، هو ده الجمهور الحقيقه، يعني ما نقدرش نوصفه بالكلام، بس فعلا ليه دور كبير جدا جدا في اسم تاريخ النادي الاهلي او تاريخ النادي الاهلي بكل بطولاته. طبعا كل الكلمات التي قيلت هي تعبر عن حقيقة ما حدث، ولكن عايزين نطوا الصفحة بقى، لأن ناس كتيرة قوي كانت شايفة أن وفاق سطيف كان خطرا دائما على الأهلي، لذلك القرعة اتعدلت له. طب ما هو هيقابله، شوف صحيح. القدر. طيب، وفاق سطيف فاز ذهابا 1-0 على الوداد المغربي وتعادلوا إيابا 0-0. أول أغسطس الأنجولي تعادل 1-1 مع مازيمبي في ملعبه بعد تعادل سلبي في أنجولا. الترجي التونسي اللي هو وصيف الأهلي في مجموعته فاز على النجم الساحلي في سوسة 2-1، وفي الذهاب فاز الترجي في رادس 1-0. من المرات القليلة يفوز رايح جاي، يعني بالزبط. على النجم الساحلي منافس كبير. السيمي فاينل أو قبل النهائي يوم 2 أكتوبر الثلاثاء الجاي، الأهلي هيلعب مع وفاق سطيف في القاهرة، وأول أغسطس هيلعب في ملعبه في أنجولا مع الترجي. الكسبان منهم هيلاعب او هيلاعب الفائز من الاهلي وفاق سطيف باذن الله في النهائي ان شاء الله. الاهلي يكون مع الترجي او اول اغسطس. العوده هتكون 23 اكتوبر، وفاق سطيف هيستقبل الاهلي في الجزائر، ومازيمبي هيستقبل اول اغسطس في الكونغو. طيب دلوقتي احنا عرفنا الابطال لكن الترجي الترجي سوري الابطال الاربعه هم دول اللي هيلعبوا بعض، وواحد اثنين منهم هيلتقوا في الفاينل. نتمنى الاهلي مع الترجي او انجولا او الاغسطس الانجولي. لكن الترجي حقق نتيجه يعني خلتني لازم احيي المصري، لازم احيي المصري وابارك له، اللي حقق نفس النتيجه ذهابا وايابا على اتحاد العاصمه الجزائري، واحد من الانديه القمه والعريقه في الجزائر، فاز عليه 1-0 رايح جاي. نتمنى ووصل برضه نفس الدور في الكونفدراليه. ايوه امسكها كنفيه بقى. كونفدراليه ايوه. ولازم نبارك للكابتن حسام اللي مؤكد، لان هو دي التقييم الحقيقي بقى للمدرب. انت بتلعب في الدوري المصري حافظه، وبتلعب بالدوافع و كل الناس كانت متوقعه ان في افريقيا ورينا بقى بياضك. الراجل مستمر على نفس النسق، والحقيقه بيلعب باي مجموعه لاعبين وما عندوش مشكله. بيسيبوا كل ناس كل موسم نجوم، بيعرف يعوضهم، التيم بيلعب اداء جماعي، هو بيبقى البطل. نقل كابتن حسام روح النادي الاهلي الى كل مكان ذهب اليه. طيب الخميس 6:30 مساء الاهلي في العلالي يداعب النجم اللبناني، والاستاذ محمد الجرحي سافر رئيسا للبعثه. وقلت لكم في البدايه القايمه اللي سافرت، وباذن الله تعالى الاهلي يتمكن من السفر بكره الصبح ان شاء الله، يتمكن الفريق باذن الله سفره فجر الثلاث الى بيروت من الفوز، لانه الاهلي تعادل سلبيا في مباراه الذهاب، وبالتالي عربيا اصبح مطلوب منه الفوز في بيروت. الاهلي اللي انتم شفتوه بهذا الشكل الرائع جدا امام حوريه الغيني يستطيع ان يفعل الكثير في بيروت ان شاء الله. بص بقى انا عايز اقول اعلق على الحته دي تعليق سريع قبل ما اروح على الفقره الجايه لان انا عارف انك عايز تتكلم على اللائحه شويه. نلحق ناخد لها وقت، عندنا وقت ليها. هذا الانتقال انت عارف انت ايه
لما تحط واحد في برد وبعدين حر وبعدين برد وبين حر، ناس كتير جه يجي التبري قوي. فالنادي الاهلي عنده بطوله اخرى، هي بطوله تحمل اختلاف الاهداف واختلاف المناخ اللي بيلعب فيه. محلي افريقي عربي، محلي افريقي عربي. هو خلص المحل دلوقتي مؤجل، عنده مجالات كتير في المحلي خليته ناس تنتزع الصداره مؤقتا باذن الله يرجع ويحصد النقاط. لكن ايضا هو في افريقيا قدر يحقق حاجات كتيره جدا. ما كانش افتكر من شهر ونص كان موقف الاهلي الاخير في مجموعته، بس كل الناس افتكر. ايوه هو الان في السيمي فاينل، ويا رب باذن الله يلعب الفاينل ويكون لكل مقام كلام. لكن هيروح يلعب بقى دلوقتي مع نجمه مناخ تاني ومدرسه تانيه وتحدي تاني. تصفيات البطوله العربيه هو هنا تعادل سلبيا، نتيجه مخيفه هنا. فالنادي الاهلي رايح يلعب في لبنان وهو برضه في اعتبارات كتيره، يريح مين، يلعب بالفول تيم عشان هيرجع في 2 اكتوبر يلعب افريكانو. افريكاني ده افريكانو ايه ده؟ ماتش بقى من الماتشات اللي لازم يلعبها كويس قوي هنا في القاهره. عشان هو هيروح بعد كده الجزائر صعبه. الجزائر صعبه. نتيجه المصري هتحط علينا ضغوط، ما تفتكرش انها هتبقى ملهاش تاثير على المباراه. هو كسب هناك وخرجت فرقه جزائريه عريقه على يد النادي المصري، كل دي هتبقى في اعتبارات نادي وفاق. فانا بقول ان كل هذه الصعوبه وبمثل هذه الروح وهذا الخشوع وهذا هذه الجماعيه وهذه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ثم على جهدهم وثقتهم بناديهم ومدربهم وطاقمهم الفني وحبهم لبعض وايمانهم بالاهداف التي يلعبونها. فانا باذن الله يحققون هذا الفوز. لكن عايز اقول ايه في اللائحه؟ اللائحه بقى اللائحه وجايه مش كده؟ تاني النادي الاهلي في 1908 عمل قانون وحط قانون، ده دستور النادي اللي عايش بيه. فضل الاهلي بيحكم نفسه بنفسه بلايحته لغايه بعد ثوره يوليو، وبعد ما الدوله بدات تحط ايدها بشكل اساسي على الهيئات الرياضيه ووزير الشباب والرياضه فيما بعد المجلس الاعلى للشباب والرياضه يفرض على الأندية والهيئات لائحة موحدة من قبل الوزارة، وفضلت المسألة الأندية في قبضة الحكومة طوال السنين اللي فاتت، إلى أن جاء التوجه الجديد اللي بنحيي عليه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، لأنه في عهده مش سهل على مسؤول حكومي هو اللي يبادر بالتخلص من الاختصاصات اللي عنده ويرجعها لأصلها. ووفقا للمواثيق الأولمبية والمعايير الدولية اللي الدستور المصري بينص على احترامها والالتزام بيها في الرياضة، كان لابد من إعادة الرياضة إلى قبضة اللجنة الأولمبية. الكلام ده للأهل رايح اللجنة الأولمبية علشان يغيظ حد ولا حد في دماغه ولا في دماغنا خالص. لا لي رايح لان القانون الزمه بكده، لا لمؤسسه هو انت وانت سايق هتبص قدامك ولا تقعد تبص في المرايه تشوف مين وراك؟ صحيح. فبالتالي لما اللجنه او وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه عملوا مشروع اللائحه الاسترشاديه والزموا به الانديه الا اذا كل نادي تمكن وفقا للنصاب القانوني لعدد اعضائه انه يعمل لائحته. لم يتمكن الاهلي وقتها في عهد المجلس السابق برئاسه المهندس محمود طاهر من وضع لائحه واعتمادها بشكل اساسي وقانوني من الجمعيه العموميه، وحدث ما حدث. والحمد لله. صحيح. انها لم تعتمد لان كانت فيها ثغرات بالذات في الاستثمار وفي تعريف المقر وتعريف لا كان فيها مشاكل. احنا هنا لما بدانا نناقش مشروع اللائحه، لانه حتى في ناس طلعت في بعض البرامج من بعض الانديه يمسك بعض المواد ويقول لك دي لائحه الاهلي فيها كذا وكذا، وهو بيروج لكلام مش موجود في لائحه الاهلي. اي عضو في النادي الاهلي يستطيع، بالمناسبه احنا كمجله، مجله الاهلي نزلت النهارده عدد كوشيه فاخر هديه لاعضاء النادي يوزع في مقرات النادي ببلاش.
في اللائحه النص الكامل للائحه. خلي بالك الناس مسكت المسوده وبقت تتكلم فيها. ادي ده العدد اللي موجود على بوابات النادي هديه للاعضاء مجانا من النهارده لغايه الجمعيه العموميه. انزل انزل كدعوه صريحه لكل عضو في النادي الاهلي، لكل واحد بيحب النادي الاهلي وحاسس بمسؤوليته تجاه النادي الاهلي كعضو، لازم ينزل يوم الجمعه. لان كابتن خطيب امبارح في كلمته قال الاهلي له حق علينا كلنا، فلازم ندي له حقه. لا ده انا ببص الموضوع دلوقتي بشكل خد بعد تاني اهم بكتير كمان من اهميته. آه. لما يطلعوا ناس يشككوا في الجمعيه العموميه في قدرتها على الفرز وفي قدرتها على انها تعمل لائحه. ويتقال انا بعمل اللائحه في ربع ساعه، انتوا قاعدين لي شهرين وتلموا لي خبراء وتناقشوا لي اعضاء. هذا اعتداء صارخ على جهد الجمعيه العموميه حقها. في النقاش وتقول كل واحد يعمل لائحته زي ما عايز، انت عايز تتجاهل جمعيتك احنا ما بنتجاهلهاش. فاصبح الجمعيه العموميه نازله تدافع عن نفسها وعن حقها وعن ناديها، هو ده الرد. وكلما زاد الرقم كلما كان الرد، هو ده بقى الرد، هو ده مش التلسين وتليح الكلام. وانا قلت لك احنا هنتحمل، حتى البرومو بتاعنا بيقول كده. قول الحق سيدفعنا الى تحمل حاجات رهيبه. فسوف نتحمل لان احنا بندافع عن النادي الاهلي مش عن انفسنا. ولكن احنا الان هننزل ندافع عن لائحتنا اللي البعض يريد من واقع الغيره انه يشوهها. انزل لسبب، ما دام انت عايز النادي الاهلي يسعدك انزل ورد، انزل شارك في هذه الجمعيه، انزل وقول كلمتك. لكن ازاي انت عايز النادي الاهلي يقدر يحقق من الاستثمارات ومن خلق موارد جديده تعظم قدراته ويفي بالتزاماته ويسعد جمهوره ويحقق انشاءات من غير، كنا دايما وابدا لما نيجي نتكلم في اي جزئيه او في اي نمط استثماري يقول لك لا اللائحه ما بتقولش، المشكله في القانون. طب انت النهارده عندك قانون عباره عن دستور للنادي بيطلق العنان للاستثمارات وخلق موارد اقتصاديه جديده تعظم قيمه النادي وتسعد الاعضاء بمنشاته وتسعد الجمهور ومحب النادي الاهلي من خلال بطولاته وامكانياته. يوم ما هتبخل على الاهلي بالنزول يوم الجمعه الجايه، اعرف ان انت بتنتزع من الاهلي كل هذه الفرص اللي يقدر يدخل بيه افاق جديده جدا لمستقبل مختلف. لا 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 لا، انت هتحضر وهتتصور انت اولادك وكل عدد من دول تمضوا عليه وتتصوروا بيه من اللي انت هتوزعهم مجانا ده عشان يبقى صوره تذكاريه تتحط في البيوت. ولكن بالامس كانت هناك مساجله او لقاء خاص بين الاعلامي المهذب الرائع شريف فؤاد والمخضرم صاحب الخبرات عضو مجلس الاداره الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الذي كان يبدو عليه انه عايز بسرعه يقول اكبر عدد من الملاحظات ويرد على اكبر عدد من الكلام الزائف الذي قيل عن اللائحه، ولكن لما يسعفه الوقت فاعتقد ان مداخلته الان يمكن. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا كابتن عادلي، مساء الخير على حضرتك وعلى استاذ ابراهيم النيسي وعلى جمهورك الاهلاوي الجميل العريض اللي سهران معاك دايما ومتابع برنامجكم الجميل اللي بتدافعوا بيه دايما عن النادي الاهلي امام اي هجمات، مش هنقول بس اي هجمات او اي حد بيحاول ياخد مساحه او شكل معين على حساب النادي الاهلي. بشكركم على احنا اشتغلوا بس كده حاجات حلوه زي اللي بتعملوها دي، واحنا فاتحين صدرنا بدون واقي رصاص يعني زي ما بيقولوا. بس انا عايز امبارح لاحظت من حضرتك انك عندك كلام لسه ما قلتوش عن اللائحه، فانا كنت حريص انك تلتقي معانا عشان تقول لنا ما لم تقله وماذا تريد ان تضيف عما قلته بالامس. لا والله يا كابتن عدلي، بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني البرنامج بتاعكم برنامج جميل ومخصص للدفاع عن النادي الاهلي من الحاجات او الافتراءات الخارجيه،
ده بيبقى حاجه جميله، لكن لما بيبقى في حاجات داخليه هو ده اللي بيوجعك. وبنحاول ان احنا دايما احنا عايزين مصلحه النادي الاهلي، ما حدش ليه مصلحه خالص يا كابتن عادل في اللي بيعمله. زي ما حضرتك بتقول احنا بدون اي واقع رصاص احنا جايين لخدمه النادي الاهلي، وكلنا احنا اتعلمنا منكم يا كابتن عادلي ان احنا بنخدم النادي الاهلي بدون اغراض. المشكله لما بيبقى في حد ليه غرض معين او حاجه معينه او نفسه يبوظ عرس ما اتعملش في تاريخ الانديه المصريه. ما هو في غيره يا كابتن، انتوا عملتوا مشهد حضاري غير مسبوق فالناس غيرانه. الحمد لله، يعني المشهد جميل راقي ويليق باسم النادي الاهلي، واثبتنا كل حاجه، اثبتنا عكسها. قال لك ده عاملين اللائحه ومفصلينها وده كلام فارغ. خدنا كل اراء الناس والناس فوجئت ان ارائها منعكسه، لدرجه انا امبارح قلت الكلام ده في البرنامج، حد كلمني من السعوديه وقال لي انا جاي مخصوص لان انتوا احترمتونا، فانا جاي مخصوص عشان الحاج عبد الوهاب. طبعا الحاج عبد الوهاب قال لي انا جاي مخصوص عشان ادي صوتي في اللائحه وعشان اساند النادي الاهلي. فلما تبقى الرساله دي وصلت للناس، في حاجات بتضايقك يا كابتن عادلي. يعني النهارده بعد البرنامج الحمد لله، يعني كان برنامج ايجابي وكان في ردود افعال طيبه من الناس، فلما تفاجئ ان الناس بتطلع اشاعات غريبه جدا، يعني يقول لك في بند في اللائحه في العضويات، وخلي بالك انا ما بشكرش في حاجه، انما الفضل في اللي حصل في بنود العضويه ده يرجع للساده العاملين والموظفين اللي اجتهدوا وجابوا لنا كل المشاكل اللي هم بيعانوا منها على مدى اكتر من تبقى حاجه واقعيه على مدى اكتر من 30 سنه. وحضرتك كنت في يوم من الايام مدير عام النادي الاهلي، وكنت تقف مكتوف الايدي امام لوائح شائكه بائده لا وحالات انسانيه تبقى نفسك تحلها مش عارف. يعني لما يبقى عندك حضرتك طفل والده ووالدته متوفيين وحضرتك تفاجئ انك بتقول له حضرتك مش مسموح لك تدخل للنادي الاهلي تاني. الحاجات دي كنا على مدى السنين اللي فاتت دي كنا بنعاني منها. فالناس ربنا يكرمهم بتوع الاشتراكات لموا لنا المشاكل دي وقالوا لنا حاولوا تحلوها 1 2 3، وقعدنا وعملنا ورش عمل ووصلنا للائحه عضويه مش موجوده في الانديه، واعتقد انها هتبقى اساس يبنى عليه الجميع الانديه المصريه بعد كده باذن الله. ففي بند من البنود اللي هو اخر بند في لائحه العضويه بيقول لك ان في بالنسبه لعضويات الاقارب الناس اللي اتضافوا في اوقات سابقه على لوائح سابقه لعضويات الاقارب يحق لهم ان هم يستكملوا عضويتهم تاني كاعضاء تابعين ومن غير ما يحولوا عضويتهم، او يدفعوا 50% ويحولوا عضويتهم. طب حضرتك ايه عضويات الاقارب دي؟ ناس دخلت وقامت مفسره ان عضويه الاقارب دي حضرتك ان هو الزوجه والابن والابناء، لما تيجي تحول زوجتك وابنائك هيحولوا ب 50%. هو يا جماعه هو اي كلام؟ هو افترى وخلاص؟ هو تفسير من غير ما نعرف؟ يعني احنا ليه بنقول كده؟ انا فسرت العضو التابع فوق وقلت هو، وفسرت الزوجه انها عضو عامل لو هي تابعة لجوزها لو هو العضو الأساسي، أو جوزها تابع ليها لو هي العضو الأساسي. هي تاخد نفس الصفة وهو ياخد نفس الصفة. خلاص فسرناهم يبقى ما لهمش ما بقاش تابع بقى. لا خلاص ما لهمش كمان تفسير تاني في اللائحة. وفسرت الأبناء فوق إن هم أعضاء تابعين فما بقاش لهم تفسير. طب إيه الأعضاء الأقارب دول؟ على مدى السنين اللي فاتت يا كابتن عدلي كان في لوائح متقلبة ولوائح متغيرة من وزارة الشباب والرياضة. من ضمن اللوائح دي كانت لوائح بتسمح ان الجد يضيف حفيده، او ان الاب يضيف اخته، او الواحد يضيف حد قرايبه من الدرجه الثانيه، او والده ووالدته او اخته. لا مش الوالد والوالده، الوالد والوالده حاجه ثانيه، الاخت ولاد الاخت مش في نوعيات معينه لوائح معينه ما بنناقش بقى مدى صحتها دلوقتي، لكن اللوائح دي في الوقت ده سمحت ان الولاد دول او الاعضاء دول يدخلوا اعضاء في النادي الاهلي تابعين للعضويه الاصليه. اللي حصل ان الناس دي في منهم ناس حضرتك عضويتهم من وهم اطفال لحد النهارده بقى لها اكثر من 35 سنه في النادي الاهلي عضو تابع. تمام؟ جت اللائحه الاسترشاديه بين يوم وليله خلت عندي من 2500 ل 3000 عضو بره النادي وغير مسموح ليهم باستكمال عضويتهم، وقالت لهم انتم مش اعضاء عندي وخلاص انتوا بره النادي.
الناس اللي في الاشتراكات ما يقدروش ينفذوا غير القانون واللوائح المطبقه، لان انت مطبق عليك اللائحه الاسترشاديه. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فالنهارده جه الناس النهارده في الوقت ده وقال لك يا جماعه انا بقالي 30 سنه او 35 سنه عضو او عضوه مع على عضويه جدي او عضويه خالي، طب ازاي تطلعوني بره؟ طب نعمل ايه؟ نحل المشكله دي ازاي؟ قلنا ده هنحصر العدد، ولقينا ان العدد يتراوح من 2500 ل 3000 عضويه. وعشان نحلها نعمل ايه؟ قلنا يا جماعه الناس دي كانت اعضاء، في منهم حولوا قبل كده عضويات عامله وخلاص لحقوا ده حقهم وده ظروفهم وخلاص وحظهم ان هم عملوا، وفي ناس لا. فخيرنا الناس اللي هنا عندهم ثلاث خيارات، ان هو على اللائحه الاسترشاديه هو بره النادي ولا يستمتع باي عضويه ايا كان نوعها ولا يسمح له بدخول النادي الاهلي كعضو. الخيار الثاني ان هو يكمل، ان احنا بعد ان شاء الله ما ربنا يكرمنا ويوفقنا واللائحه دي تعتمد من الجمعيه العموميه، يرجع يبقى عضو تابع للعضويه الاصليه اللي هو داخل عليها، او يحول عضويته لعضو عامل ويدفع 50%. يعني هيفضل عضو تابع ما يدفعش حاجه؟ ايوه، يعني عضويته تستمر زي ما هي، عضويته معاه ربنا يديله الصحه وطول العمر، بس ولا بس تنتهي بنهايته، ولا تضيف زوجه ولا زوج ولا أيوة. ولا أيوة. ولا الكلام ده، يعني تبقى عضويه شخصيه تنتهي بنهايته بالظبط كده. او خيرناه انه يدفع 50% من قيمه العضويه الحاليه، او اي وقت يحول فيه العضويه يدفع 50% منها من ساعه تحويل العضويه، يعني القيمه ساعه تحويل العضويه. طيب يعني النهارده العضويه 8350 ألف، يدفع نص العضويه. او انت بقى طيب استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، وانت بقى يعني راجل خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، طب وانا عارف طيب تكوينك المميز الحقيقه، الله يخليك، ما يمس العضو بشكل مباشر بعيدا عن شؤون العضويه، عضو النادي، لانه انا علشان اقول للناس انزل يوم الجمعه وتعالى لازم أن يكون باين له الدافع بشكل اساسي. هذه اللائحه تضمن ايه اقتصاديا لعضو النادي علشان يقدر يطمئن انه اللي هيحتاجه من ملاعب واللي هيحتاجه من منشات واللي هيحتاجه من مرافق اللائحه هتوفره له من خلال انماط اقتصاديه واستثماريه؟ ايه ابرز ما في المشروع اللائحه في الجزئيه دي اللي تهم الناس؟ بص يا استاذ ابراهيم، احنا الاول ابرز ما يمس الناس هو جزء العضويه، ودايما الناس ده اللي بيمسهم وبيحصل فيه مشاكل، واحنا راعينا ربنا فيه كويس قوي، واحنا بنحطه وراعينا ربنا فيه، واحنا اكننا في مكان الناس دي. يعني انت لو في مكان الناس دي وعايز تحل المشاكل بما لا ياتي على حساب النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي، ده الهدف الاول والاعلى. يعني هقول لحضرتك حاجه، مثل بسيط، وهدخل على حضرتك بعد كده على الاستثمار. مثل بسيط ان احنا كان النادي الاهلي على مدى اللوائح والعمر كله الاستثناءات الماليه والاعفاء من عدم من غرامه عدم حضور الجمعيه العموميه والتخفيض في العضويه وكروت الزياره والكلام ده كله، كانت الاعضاء فوق سن 70. لما قابلنا الاعضاء في الجمعيات العموميه قالوا يا جماعه الحياه بقت صعبه، وفعلا ظروفنا الاقتصاديه بعد سن 60 لما بنطلع على المعاش بتبقى العمليه اصعب كتير غير قبل كده، فدخلنا بيقل. من فضلكم راجعوا وشوفوا الاستثناءات دي تبقى حسب نظام الدوله مع سن المعاش. لما راجعنا الكلام ده لقينا الكلام ده واقعي فعلا، طبقناه واصبح الاستثناء وبموافقه الجمعيه لما تكتمل ان شاء الله من سن 60 بدل سن 70. فانا وفرت، لان العضو النادي من حقه ان انا اقف جنبه في جميع الاوقات، وده مبدا الاسره اللي احنا اتفقنا عليه من قبل ما نيجي. ده نمره واحد. نمره اتنين، هتكلم حضرتك على الاستثمار. يمكن المشروع الاولاني خالص اتكلم على نسبه 66% للنادي الاهلي، تمام؟ تمام. احنا لما جينا اتكلمنا واتناقشنا في الحوارات الاقتصاديه، ناس متخصصه وقامات كبيره على راسها دكتور فاروق العقده، يعني وهو غني عن التعريف، يعني وهو يعني من الناس اللي عملت نهضه اقتصاديه وفي قطاع البنوك في مصر كراجل محافظ بنك مركزي، ولما اتكلمنا اتقال يا جماعه نسبه 66% لما تتكتب بالخط العريض هي نسبه طارده للاستثمار. صحيح.
لكن حضرتك وانت بتاسس شركاتك ممكن تاخد موافقه الجمعيه العموميه ان انا هاسس الشركه النهارده بنسبه 80% مش 66%، بس تكون جايب الناس ومتفق معاهم ان انا هدخل ب 80 وانت ب 20، واخد بال حضرتك؟ لكن ادي نفسك فرصه وحط حد ادنى 51%، وزود انت مع نفسك بالظبط، زود مع جمعيتك العموميه. على فكره احنا ده احنا هنا اول ما طالبنا بيه كان 66 قلنا خلوها 51 تديك مرونه اكتر كده. انا فاكر الكلام ده كويس، لانك من 51 تقدر تطلع فوق، لكن من 66 ما تقدرش تنزل. الله طيب. ينور عليك كابتن عادل. تاني حاجه انا النهارده احنا لو ما نشوف الاستثمارات اللي جت مصر في السنين الاخيره، او كانت الشروط الاساسيه لدخول الاستثمارات كانت ايه؟ قال لك يا جماعه حطوا لنا لائحه استثمار، حطوا لنا قانون استثمار. ولما عملنا الكلام ده قال لك اعملوا لائحه او قانون وبند للتفليسه عشان نبقى عارفين ندخل ازاي ونخرج ازاي. ده بالنسبه للمستثمرين الاجانب. المستثمر او راس المال دايما بنقول عليه راس المال جبان، لازم يبقى داخل وهو عارف هو شايف قدامه رايح فين، ولو حصل لا قدر الله حاجه يخرج منين. النهارده هل اقدر استدعي شركات او اطلب دخول شركات او حد يشاركني وهو داخل على لائحه استرشاديه ما يعرفش خلال سنه او اثنين او ثلاثه النادي او الجمعيه العموميه ممكن تغيرها وممكن ترفض او توافق؟ صحيح. محدش هيرضى يجي طبعا طبعا. احنا النهارده في ظل المنافسه الشرسه الجميله اللي احنا شايفينها في الدوري العام وفي الرياضه المصريه، وبقول تاني دي منافسه جميله طبعا، لانها هترتقي بالرياضه وبتخلينا نشتغل وبندور وبنشوف افكار بره. اوعى حد يكون فاكر ان النادي الاهلي مش مرحب اول واحد بالمنافسه، لان المنافسه هترتقي بمستوى النادي الاهلي، هتخليه مصحصح كمان. بالظبط كده يا كابتن عادلي، لما كان في دوري قوي من 2000 ل 2004 احنا ما كسبناهوش، لكن عشان كان الدوري قوي كنا بنكسب بطوله افريقيا. النهارده النادي الاهلي عشان الدوري لحد ما مضمون وضعيف شويه، ما كانش النادي الاهلي كان عنده دايما عراقيل في بطوله افريقيا شويه في الفتره الاخيره، بس ان شاء الله باذن الله السنه دي باذن الله ربنا يكرمنا وتبقى عودا حميدا للفوز. في اي بنود ثانيه كنت في الجزئيه ديت يا باشمهندس؟ هل المجلس جاهز بعد اللائحه ان شاء الله في الدخول في تاسيس مثل هذه الشركات، ولا لسه هتاخد وقت؟ مؤقت هجيله والله. بص يا استاذ ابراهيم، كابتن عدلي عارف اكتر مني، ما اقدرش اقول الكلام ده دلوقتي، لكن احنا ما بن يعني العرف في النادي الاهلي ما بنعملش حاجه واحنا مش مفكرين لا، وممكن غالبا هيجي لك عروض كتير يا استاذ ابراهيم، يعني ترتيبات كتير ان شاء الله وفي مفاجآت كتير. كمل لي بس اذا كان عندك اي حاجه، لان دي ربما انا دي بس يا كابتن عدلي الحاجات الاساسيه والرئيسيه اللي مش عايزين يبقى الكلام من جوانا وما تصدقوش اي حد. انا والله دلوقتي قبل ما حضرتك تكلمني واحد مكلمني بيقول لي ابنه كلمه قال له انا انت كنت عضو يا بابا وانا واخد عضويتك، انا دلوقتي عشان اديك مراتي واولادي ادفع 400,000 جنيه، ازاي الكلام ده؟ ليه نعمل يعني قلاقل عند الناس وقلق عند الناس عشان اغراض بسيطه؟ يعني ان شاء الله الكلام ده مش هيكمل، وان شاء الله الجمعيه العموميه عارفه هي عايزه ايه ومقدره المجهود اللي اتعمل وهيكتمل. هي اللي هترد على كل ده بانها تلتف اكتر حول لائحه هي وضعتها. بالظبط كده بالظبط كده، وكل مصالحهم فيها. يعني انت حليت مشاكل الناس على ارض الواقع. ترد لهم على كل حاجه عشان يبقوا مرتاحين يا كابتن عادي، والناس ما يبقاش عندها قلق. تشكيل المجلس الاداره وتشكيل المكتب التنفيذي، قال لك في خلافات جوه المجلس، لا انا عايز اقول لحضرتك انا احنا لسه كنا كل المجلس دلوقتي مجتمع عند الكابتن خالد بوشكاش وبنحتفل بعيد ميلاد زميلنا محمد الضماطي، وده حاجه يعني الناس ما تعرفهاش كتير، ان احنا دايما كل فتره نجتمع في بيت احد اعضاء مجلس اداره عشان ونسيتونا بقى خلاص ماشي. لا ما اقدرش، احنا منتظرين حاجه اخيره بس، عشان انا كنت سمعت حضرتك وحضرتك واستاذ ابراهيم بتتكلموا فيها ان الناس تيجي وتشارك عشان يعني عشان يقولوا احنا شاركنا. احنا كمان كمجلس اداره دلوقتي بنفكر وبنشوف ازاي ندي حاجه للناس اللي جت وشاركت عشان طول عمره يوري ابنه ايوه انا شاركت في الاحتفاليه، انا شاركت في العرس ده،
فان شاء الله يعني توقعوا ان خلال اليومين الجايين يبقى في قرار مجلس في مفاجاه حلوه يعني اللي هيجي ان شاء الله عشان احسس الراجل ده انه حاجه تذكاريه يحتفظ بيها بهذه المناسبه. في ناس عندها كابتن عدي لسه محتفظه بكعوب الانتخابات بتاعت السبعينات. عارف انا كنت بشارك فيها استاذ ابراهيم لسه بقول للعزيز ابراهيم لانه عامل عدد حلو قوي شيك قوي مجانا هيتوزع على اعضاء يوم الجمعيه. قلت له ده العدد ده لازم كل اسره تاخده ها بالظبط وتتصور بيه عشان ده بيوثق ان هم شاركوا. الله ينور عليك. فانتوا كمان هتدوا لهم ميداليه بقى ولا شهاده ولا شوف هتدوا لهم ايه رسمي. عايزين نوثق رسمي عند العضو ده كمان بعد 20 30 سنه يوري لابنائه والأحفاده ويقول لهم انا شاركت في صنع دستور النادي الاهلي في وقت من الاوقات. فربنا يكرمنا. الغياب عن الجمعيه فيها غرامه مش كده؟ فيها غرامه يعني ده وفقا للائحه الاسترشاديه طبعا. وفقا للائحه. كويس ان حضرتك قلت الحته دي. لانه حتى وقتها المعمول به اللائحه الاسترشاديه. بالظبط كده. وفقا للائحه الاسترشاديه انت بتاخد 50% من قيمه الاشتراك. يعني لو اشتراك سنوي اشتراك 400 جنيه 500 جنيه 600 جنيه باخد 50% من الاشتراك ده. احنا في اللائحه دي خليناه من بند الاشتراك بس اللي هو الجزء اللي هو للعضو التابع 10 20 جنيه للزوجه 50 جنيه للعضو 120 جنيه تقريبا. دي تقريبا الارقام. فنزلت يعني بقى اقل من الربع. لكن انا النهارده مجبر كلائحه استرشاديه ان طبعا بفرض الغرامه تسمح لي اشرحها دي لان انا يعني كمدير قابلتني في نادي الجزيره يعني بعض المشاكل دي. طبعا. وفي النادي الاهلي برضو كان بس ما كناش احنا يعني بندقق قوي في الحته دي. اللي كان بيجيب عذر كنا بنقبله. لكن دلوقتي اللائحه الاسترشاديه بتقول لك خد 50% ده كتير. انا عندي انتوا عملتوها بس انا عايز اشرح للناس. بند الاشتراك متقسم اعانات انشائيه اشتراك حمام سباحه حمام سباحه مش عارف ايه. انتوا هتاخدوا على بند الاشتراك لوحده. لا ده قيمة الاشتراك الإجمالي متقسم لخمس ست بنود يا كابتن. صح زي ما حضرتك بتقول. أيوة ما أنا بشرح. بند صغير اسمه بند الاشتراك. فأنت اللي هتاخد على البند الصغير ده بس. الله ينور عليك. طيب. بس أنا ده في التعديل يعني لو الأعضاء اعتمدوا هذه الجمعية وما سيحدث بإذن الله كما أتوقع يبقى البند هينزل الى هذه النسبه الكبيره لصالح الاهلي. انما كله يبقى عارف انه في غرامه 50% وفقا للائحه الاسترشاديه. لان انا برضو مش مؤمن قوي بفكره اللي ما اجيش اغرمه لان هذه يعني اللي بيجي بضغط ما ينفعش. احنا عايزين الايمان بالهدف. ما دي لائحه استرشاديه. ايوه يا سيدي ما نقولش حاجه يا ابراهيم. برضو معلش انا مش موافق على الفكره لكن هي خلاص مفروضه علينا. هو انت عايز تخففها وده اتجاه حميد. انا عايز اخففها بس ما اقدرش اشيلها عشان عندي لوائح ثانيه. انا فاهم لازم احترمها برضه. والله ده اللي انا بشرحه. والله انا ببسط للناس بعد ما كانت نص توتال الفاتوره بتاعت الاشتراك او الاجمالي الاشتراك هتبقى على بند الاشتراك لوحده اللي هو من 10 جنيه ل 120 جنيه. الله ينور عليك. بس الله ينور عليك. بس كده. شكرا. الموضوع سهل ونتمنى انه عند حسن ظن الجميع كجمعية عمومية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ. شكرا ليك. شكرا للأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي. وأعتقد كلام مهم يا باشمهندس لأنه عشان كده حتى الجزئية يا جماعة بالنسبة للأعضاء الكلام ممكن في حتة الاستثمار يبدو كلام مجعلص شوية. الناس قد لا تشعر بمصلحة مباشرة معاها فيه. لا الكلام ده كله يمس العضو بشكل مباشر. هو الناس كلها كان اللي هيهمها في حته الاستثمار ان هم اللي يعتمدوا الشركات ويبقى النسبه الاعلى للنادي الاهلي وهو ما تحقق. بالظبط. لكن تفاصيل هيستفيد ايه من دي هو بقى بعد شويه هيفهموا يعني ايه النادي الاهلي هيعمل ايه. انت لما تلاقي النادي بقت عنده قدره اقتصاديه جيده، عنده موارد ماليه قويه، كل ما هتروح النادي هتلاقي فيه جديد. مرافق النادي هيبقى فيها تطوير مستمر، منشئات النادي هتلاقيها كامله، فروع للنادي جديده هتخدمك، فرق رياضيه تحقق بطولات وتسعدك، هتلاقي متحفك، هتلاقي مستشفياتك، هتلاقي مدرستك، وممكن تلاقي جامعتك،
ممكن يعني اعضاء النادي في فرصه انك تعمل مشروعات كل حاجة. ناس كتير جدا كانت مستنيه هذه اللائحه بالظبط عشان النادي الاهلي يستحوذ على النسبه الحاكمه فيها. أيوة. هو هتبقى بتاعته لكن هيوزع. أيوة. جزء من الاسهم عشان يجيب استثمارات. جزئيه كمان المهمه قوي في اللي كان المهندس عدلي اشار ليها، الناس اللي بتقعد تتكلم عملوا لائحه في 10 دقائق وفي ربع ساعه والاهلي عامل دوشه. لا عامل دوشه لانه عامل دستور، عامل لائحه تليق بقيمه النادي الاهلي. الاهلي احترم اعضائه، نزل لهم مشروع مقترح، خدوا اتكلموا وقولوا لنا رايكم. مش دي النقطه المهمه، النقطه الاهم فيها انه بقى مستعد يعدل في هذا المشروع وفقا لرغبه الاعضاء، وده الحوار المجتمعي في افضل حالاته. انا مش بس ببارز ديمقراطيه شكليه، لا، ده العضو بيكتب دستوره بنفسه. انا اديتك مشروع فيه كل هذه المواد، اللي مش عاجبك اعترض عليه، واي عدد مواد هيتم الاعتراض عليها بنسبه اتفق على انها تزيد عن 70% هيتم تعديلها. وقد كان المواد اللي ما حصلش عليها خلاف تم اقرارها. إذن عضو النادي حط دستوره بنفسه، شارك في مناقشاته، استمع لكل هذه الاراء، وفي الاخر مطلوب منه يجي يقول رايه في الجمعيه العموميه. مفيش معنى للديمقراطيه في كل مراحلها ازهى وافضل واقوى من اللي حصل او اللي عمله النادي الاهلي، وده اللي خلى الناس المنصفه كلها لما طلعت قالت يعني الاهلي بيعلمنا معنى الاداره السليمه. اللي باقي على العضو انه يكون اشد حرصا على الحضور. المجلس احترمك، لازم أن تحترم حق الاهلي، حق الاهلي ان انت تيجي تقر هذا النظام او تقول رايك فيه. ممكن في ناس تيجي تشارك وتعترض عليه، دي ايجابيه برضه، او يجي يصوت بالموافقه، دي ايجابيه حسب ما هو شايف، بس الاصل انه يجي. فعشان كده خرج هذا المشروع للنور. سألت الأستاذ إبراهيم الكفراوي، هو أنتوا جاهزين بالنقلة الثانية الاقتصادية الحضرية الكبيرة؟ فكان كلامه واضح جدا أنه مجلس إدارة النادي الأهلي الحياة عنده خطط، عنده تصورات لمرحلة طويلة جاية، فمش هيقدم على حاجة إلا لما يكون دارسها. ولما تشوفوا الكابتن محمود الخطيب مقدم في ورش المناقشة الاقتصادية اقتصاديين كبار في حجم الدكتور فاروق العقده والاستاذ ياسين منصور والاستاذ محمد نجيب، رجال اقتصاد ومال كبار ومن الغيورين على النادي الاهلي، اعرفوا انه النادي الاهلي رايح لحته ثانيه خالص. ده مش هيتاتى وهيتحقق الا بانه الكل يضرب المثل في رقم قياسي لجمعيه عموميه للنادي الاهلي. ما ينفعش تسيبه الاهلي كده لوحده. ما ينفعش النادي الاهلي يفضل محتاج دعم من اي حد. ما ينفعش يظل النادي الاهلي عايز يعمل بس العين بصيره واليد قصيره. ايد الاهلي لا يجب انها تكون قصيره ابدا، وهو عنده هذه الجمعيه العموميه وعنده هذه الرغبه وهذه الاراده. عشان كده ده حق الاهلي على الناس يا جماعه. حق الاهلي على كل الاعضاء حتى الجمهور. مين قال لكم ان الجمهور مش متفاعل وما هواش عنده الرغبة والحماس انه يوم الجمعة يسمع انه الجمعية العمومية للنادي الاهلي ضربت الرقم القياسي؟ الجمعية العمومية للنادي الاهلي اكدت على انه استقلالية النادي الاهلي. انت عارف بقى بالنسبة لنا هزعل لو ما عدتش جمعية الانتخابات. هزعل. لان هل انتوا بتيجوا لما يكون الصراع متأجج بس والحماسة واللغز والبتاع؟ طيب انتوا في تنافس مع انفسكم، انتوا الان مترشحين ضد نفسكم. ايوه، اكسبوا نفسكم. ايوه، مترشحين ضد ارادتكم، خلي ارادتكم تكسب، اتفضلوا روحوا ورونا بقى هتدافعوا عن النادي الاهلي ازاي من خلال كثافه الحضور. جاء الوقت للحقيقه، وعلى الحقيقه ان تقول كلمتها، وباذن الله هتقولها. مش مساله هنعتمد لائحه، احنا عايزين هذا الرقم يكون غير قابل ان حد يكسره. ايوه، باذن الله، عشان تقولوا لاولادكم اعتزوا بهذا النادي، حتى يطلعوا على حب النادي ويحسوا انه فعلا ملكهم. النادي ده ملك الناس، مش انت رايح تنتخب واحد بتحبه، لا، ده انت رايح تحب تنجح نادي انت بتحبه.
حبنا كله للنادي الأهلي. يعني انت في الانتخابات رايح رايح علشان النادي عشان تنتخب مجلس إدارة للنادي، بس جزء من الدوافع للأفراد، واحد رايح عشان مقتنع بالقائمة دي اللي على رأسها الكابتن فلان، وواحد رايح للقائمة دي علشان على رأسها الكابتن فلان، فالهدف في جزء منه دوافع لأفراد لسبب أو لآخر عن اقتناع أو عن رغبة في أنه ده يمسك. يوم الجمعة أنت رايح للنادي الأهلي فقط، رايح لمستقبل النادي، رايح لمصلحة ولادك، ولو فكرت فيها أنت رايح لمستقبل ولادك بالمعنى الحرفي. أنت رايح تقر لائحة ودستور هيحكم علاقة ولادك بالنادي بعد كده، رايح تحط رأيك في لائحة هي اللي من خلالها هتكون آمن جدا على ولادك في النادي، لأنه في لائحة حاطة ضوابط وحاطة نصوص تحفظ لولادك راحتهم ورعايتهم داخل النادي. رايح لمصلحتك أنت الشخصية، لأنك هتقر نظام فيه من المواد اللي هتحقق موارد تحقق لك كل اللي انت عايزه من النادي الاهلي. الكلام ده لو تأملتوه وشفتوا بنود اللايحة هتلاقوا مصلحتكوا الشخصية ومصلحة ولادكوا ومصلحة أحفادكوا هي في إقرار هذا المشروع، مش بس عشان نقول للناس ان النادي الاهلي مختلف او ان النادي الاهلي غير او ان النادي الاهلي عنده هذه الرغبة وهذه الإرادة، لا، لانه الناس كمان خايفة على مصالحها بشكل مباشر، خايفة على النادي الأهلي بشكل مباشر. لما عايز النادي الأهلي يعمل حاجات ويحقق بطولات ويجيب صفقات ويدعم موارده ويستقل ماليا ويبقى إيده دايما هي اللي فوق مش تحت أبدا، ده مش هيجي إلا من إطلاق يد الاستثمارات المسؤولة في النادي الأهلي من خلال هذا المشروع. إحنا كان جزء أساسي بل جزء رئيسي في خلافنا مع المجلس السابق في لائحته ومشروع لائحته هنا في ملك وكتابه حق الجمعيه العموميه، وقتها احنا قلنا يا جماعه ما يعطاش الحق لمجلس الشركات بس لمجلس الاداره يفعل ما يريد وغيب الجمعيه. يوميها اختلفنا وشفتوا تداعيات هذا الخلاف. المره دي عشان اقول لكم الاراده والرغبه فين، المره دي على نفس الترابيزه وعلى نفس البرنامج قلنا ملاحظات على اللائحه، قلنا ما يكونش حق مجلس الإدارة أنه يجري أي تعديل في اللائحة، وتناقشت أنا مع المهندس عدلي وكنت مصمم أنه هذا الحق لا يجب أن يعطى في التعديل في اللائحة مستقبلا إلا للجمعية العمومية، ما فيش حاجة اسمها مجلس الإدارة عنده رغبة يعدل. واستجابت اللجنة المسؤولة عن اللائحة وأعطت الحق في التعديل فقط للجمعية العمومية. اتكلمنا والمهندس عدلي كان وجهة نظره اللي الأستاذ إبراهيم الكفراوي أكد عليها انه ال 66% نسبه ممكن تاثر على مناخ الاستثمار، لو 51 وان شاء الله توصل ل 80، بس النص على ان هي 51 تعمل فلوس اكتر للنادي، تعمل فلوس وهي جاذبه للاستثمار. المجلس استجاب وتدي فرص اكتر للاعضاء يلاقوا حجم اسهم يقدروا ويشتروه. بالظبط، من ضمن الحاجات الاولويه للاعضاء طبعا، يعني الاعضاء هتشتري لحد ما تستكفي والباقي هيطرح. فهي هي ديت ملامح الرغبه والاراده اللي كانت موجوده. انت عارف النقطه دي معلش اهميتها في ايه؟ لما الاعضاء يشتروا اسهم ده هم هيبقوا كمان جمعيه عموميه، مش بس للنادي ده لشركاته. هيبقوا جزء من جمعيه عموميه التي تراقب التصرفات الماليه وان لازم تحقق ارباح. فتخيل ان انت تبقى انت بتجيب المجلس اداره وايضا بتروح تراقبه في شركاته، فهتبقى في حرص شديد للعدو ان ياخد اسهم في هذه الشركات. حوش بقى، تحوش ادخل انا وانت. الجزء الثاني المهم المكاسب بتاعه الاهلي من هذا المشروع. صدقوني انا اكتر حاجه سعيد بيها في اللي حاصل ده كله من حوار مجتمعي انه النادي الاهلي قدر يخلق له من الكوادر اللي ما شاء الله ما شاء الله بجد. شوف أعضاء مجلس الإدارة حتى الشباب منهم اللي اتحطوا لأنه دي ورشة عمل كبيرة، الناس من خلال هذا العمل بقت مطلعة على كل تفاصيل مشاكل النادي، على كل حقوق العضوية، على كل أفكارهم، على كل تصوراتهم، على التشريع نفسه. فأصبح عندك، وأعتقد حضراتكم تابعتوا مع الأستاذ شريف فؤاد على مدار الفترة اللي فاتت استضافات اعضاء مجلس الاداره. النهارده الضمادي اللي كان يوم عيد ميلاده
كان موجود قبلينا، بقى في رصيد خبرات متراكم. نقول كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره. بقى في تراكم. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، ما تتكلمش على المهندس عادل القيعي والكابتن محرم الراغب وممدوح بيه عبد الحكيم، الاسماء الثقيله الكبيره بخبراتها في اداره النادي الاهلي. لا، شاب العميد محمد مرجان، بس شوفوا كميه الخبرات اللي تكونت ليه من خلال التواصل المباشر. شوفوا دلوقتي هو بيتكلم على اي حاجه تخص النادي بوعي وادراك كامل. طبعا عنده استعداد شخصي، لكن برضه بقى عنده ادراك وتراكم خبرات دلوقتي يسمح له انه يبقى حاجه جامده جدا. تصوراته كتيره، وكل اعضاء مجلس الاداره اللي تكونت عندهم هذه الخبرات، هو ده المكسب. الاعضاء اللي حضروا ورش العمل، الاعضاء اللي حضروا الندوات، اللي ناقشوا مشاكلهم، اللي قدموا تصوراتهم، اللي اطلعوا على مشروع اللائحه وقدموا مقترحاتهم، كل ده اثراء حقيقي لهذا الحوار اللي افضل. لم يفرض شيء عليهم، هم اللي فرضوا شروطهم ومصالحهم في معظم البنود. لما اتغير حوالي 60 بند نتيجه اقتراحات الاعضاء من 120 بند، حوالي 50% من اللائحه، والباقي اللي ما اتغيرش هتلاقيه هي الحاجات التقليديه. على اي حال ده همنا الوقت، واعتقد ان احنا لمينا معظم اللي كنا عايزين نتكلم فيه، خصوصا اللائحه. ولا يبقى الا ان نؤكد على ان الاهلي له درع وسيف، اعضاؤه وجماهيره واعلامه والحق الذي يسانده والذي لا يلجأ إلا لغيره. جمهوره ده حماه. دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.